شاهدينا حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل عالم افضل يفتخر بوجود بيوت مسيحيه صحيحه مبنيه على الصخر صخر الدهور شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح فهناك رجل عاقل بنى بيته على الصخر نزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح ولكن لم تصبه باذيه ظل ثابتا لم يسقط لماذا لانه كان مبنيا على الصخر ولكن هناك رجل اخر رجل جاهل بنى بيته على الرمل نزل المطر وجاءت الانهار وللاسف سقط البيت وكان سقوطه عظيما ابسط قوانين وقواعد هندسه التشييد البناء انه كلما كان الاساس عميقا وقويا كلما كان البيت شامخا راسخا شديدا ثابتا وسؤالي لك عزيزي المشاهد هل بيتك مؤسس على الصخر؟ هل تريد أن تعرف كيف تؤسس بيتك على الصخر؟ هل تريد أن تعرف ما هي المواصفات التي يجب توفرها في البيت المبني على الصخر؟ هل تريد أن تعرف ما هي الأساسات؟ هل تريد أن تعرف ما هي الأعمدة اللازمة لبناء صحيح مبني على الصخر؟ فأهلا وسهلا بك في هذا اللقاء مع خادم الرب الفاضل الدكتور إكرام أنور المتخصص بخدمة المشورة الأسرية. دكتور إكرام سعداء جدا إنك تكون معانا النهارده. سعيد أنا أكثر أن أكون معاكي ومع أحبائي المشاهدين، وإن كنت أثناء كلامك تألمت عندما تذكرت بيوت منهارة. كم من البيوت المنهارة؟ كم من الأسر المحطمة؟ ويمكن في كلامك يا أخت ميرجا ذكرتي المفتاح اللي لازم كل الاحبائي ياخدوا بالهم منه. انت بتتكلمي على البيت المسيحي الحقيقي. وخلينا نحط يعني دايره نحط خمس ست خطوط تحت كلمه الحقيقي. وانا بشجع كل احبائي اللي بيشاهدوني النهارده انهم يسالوا نفسهم. هل هم فعلا بيحيوا في بيت مسيحي حقيقي ولا بيحيوا في بيت مسيحي غير حقيقي. البيت المسيح الحقيقي له مواصفات هنتكلم عنها النهارده لكن اقول مش كل بيت في صوره المسيح في صوره العذراء القديسه مريم ده بيت مسيحي مش كل بيت اللي فيه بيروحوا الكنيسه يبقى بيت مسيح حقيقي البيت المسيح الحقيقي ليه مواصفات كتابيه وده اللي هنتكلم عنه النهارده لكن اذا كنت حزين لانه دار في ذهني بعض امثله لبيوت انهارت اسر انهارت أسر تحطمت كل يوم بسمع أخبار جديدة لبيوت بتنهار لا في ظل ظروف صعبة أصبحت بتواجه الأسرة يعني حالياً الظروف مش زي زمان الظروف صعبة في كل مكان في الشرق الأوسط أدينا شايفين اللي بيحصل بره الشرق الأوسط في الغرب الظروف أصعب يمكن كتير من أحبائي في الشرق الأوسط يا أخت ميرفت بيسالوا يعني نقعد ولا نمشي ايه الافضل لاولادنا احنا ما يهمناش نفسنا يهمنا اولادنا فانا عاوز اقول الافضل لاولادكم انهم يتربوا في بيت مسيحي حقيقي ايا كان بيت مسيحي حقيقي ده فيه الشرق الاوسط ليه مشاكله والغرب ليه مشاكله اللي انا اعتقادي الشخصي انها اصعب اولادنا اذا كانوا في الشرق متعرضين لخطوره ففي الغرب متعرضين لخطوره من وجهه نظري اخطر بكتير من اللي متعرضولها في الشر والحل ان نتاكد ان اولادنا بيعيشوا في بيت مسيحي حقيقي امين يا دكتور احتياج ملح ان احنا النهارده نقف عند حقيقه مهمه نعم. هل بيتي مبني على صخره المسيح هل بيتي مؤسس تاسيس سليم ولا هناك شك او هناك ضعف او هناك جدار به شرخ يحتاج الى ترميم الى ها. اعاده بناء الى تصليح الى تشكيل من يد الفخاري أمين. الاعظم إنها امين النهارده أمين. هتكلم كمهندس مش مشكله لو في حيطه فيها شرخ دي سهله نعم لكن هنركز على الاساسات امين لان اهم حاجه الاساسات أميني امين يا دكتور امين الرب يكون بينور قدام عينينا ويدينا النهارده فعلا ان احنا نكون مفتوحين للتغيير امين دايما بطالب الاخر انه يتغير حتى الامور تمشي، لكن النهارده هنعمل مبدا جديد، هنقول هنبدا بانفسنا، كل حد فينا هيقبل انه يتغير ويقبل يد الرب القويه انها تغير منه حتى يتطور ويقدر يكون بيصنع فعلا او يشارك في صنع بيت مسيحي مؤسس على الصخر. احبائي سعيده جدا انه بتواصل مع حضراتكم من خلال الشاشه، لكن ايضا من خلال وعبر التليفونات هنتكلم معاكم هنسمعكم نسمع تعليقاتكم نسمع أراءكم نسمع خبراتكم الايجابيه منها والسلبيه تعالوا نناقشها مع بعض تعالوا ندور على حلول يمكن قدامنا قريبه مننا في متناول ايدينا بس يمكن مش عارفين نوصل ليها ازاي الرب يفتح عينينا حبايبي ولكن قبل ان نتوغل في هذا الموضوع اللي بعتبره موضوع شائك ويحتاج الى قلب متسع وفكر مستنير حتى يقبل زي ما اتفقنا التغيير اليوم في اسم الرب يسوع تعالوا احبائي معا نستمع لكلمات هذه الترنيمه وهنا التحدي اللي لازم كل حد فينا يحارب ويقبله النهاردة بيتنا هينور بك يا يسوع هتكون انت الرأس أحبائي الزواج مشروع إلهي عظيم الزواج أولوية الزواج مسؤولية الزواج عهد الزواج شفافية ولكن الزواج كائن حي زي, كا... زي أي كائن حي يحتاج لحب لاهتمام رعاية حماية خلي بالك الكائن الحي لو ما لقاش بس الرعايه ولقى شويه حمايه، لو لقى بس اهتمام وما لقاش شويه حب، هيبقى عنده قصور في بعض وظائف جسمه. تعالوا نتحد حتى نقول لهذا الكائن الحي بنرعاك ونحطك نصب اعيننا حتى نجد نتائج تفرح قلب الرب. نتائج تشرف زي ما قلنا، عالم يفتخر انه مليان بيوت فعلا مبنيه ومتاسسه على صخره يسوع. دلوقتي انا عارفه انه في كتير ناس عندهم خبر بالبرنامج وعندهم دلوقتي تركيز فقط دورهم يصلوا 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 ويحطوا اناس في اذهانهم وكمان ناس ما يعرفوهمش. النهارده واقعين تحت ضغوط ضغوط صعبه، ضغوط ماليه نفسيه مشاكل اختلافات اي امور اي ضغوط تعالوا نحط كل الضغوط دي تعال لاي شخص النهارده بتعرف ان عنده مش مشكله او بيأخد في مشكله في حياته الزوجيه انفصل على وشك الانفصال اراضي من حياته وحياه شريكه مسلوبه وابليس حاطط ايديه عليها بعض الامور اللي واقعه وبايظه في حياته بعض المناطق اللي خاربه ومحتاجه تعديل وتصحيح بعض الاجزاء اللي محتاجه يعني تتصلح وتترمم ناس مش عارفه خالص ناس نفسها تعيش وتعيش حياه صحيحه لكن مش عارفه منين تبدا ارجوك ارفع سماعه التليفون وكلم صديق او عيله النهارده وقول لهم في موضوع يهمك على شاشه الكرمه في موضوع عشانك الرب حطه النهارده مش بالصدفه تسمع مش بالصدفه تتجاوب لكن عشان ليه قصد في حياتك المستقبليه دايما بقول لكم كل اللي فات من عمرك خلاص ما تندمش عليه لكن تعرف انه اللي جاي هيبدا النهارده ارجوك انت وزوجتك تعالوا كده اقعدوا جنب بعض امسكوا ايد بعض وقولوا النهارده بدايه جديده سنه 2013 شهر يناير وعايزين نقول لك يا رب عايزين نبدا السنه دي بشكل مختلف حياتنا الزوجيه المدهوره تيجي وتقول انا خلاص تعبت يا جماعه خلوا بالكم انه هذا الكائن بيموت مش واخدين بالكم هتفوقوا يمكن لما يموت هو في مرحله الاحتضار تعالوا مع بعض نركع ونسجد قدام عرش النعمه دكتور اكرام هيقودنا في الصلاه دي لكن قبل كده نفسه يكلمكم ازاي ممكن نقبل نتغير وازاي نقبل نبدا بانفسنا ما نطلبش الشريك الاخر أن يتغير اتفضل يا دكتور الحقيقه نفسي انبه كل اللي بيسمعوني ان الخطر اللي جاي على اولادي وعلى اسرتي هو خطر من جوه اكتر منه خطر من بره يمكن ناس كتير جدا بتركز على ظروف ناس منتظره خلال ايام في الشرق الاوسط تشوف ايه اللي هيحصل لكن انا حاسس ان ربنا عاوز يوجه رساله لكل اللي بيسمعوني النهارده اهتم ببيتك ولما بيتك يبقى مؤسس على الصخر ما تخافش ما تخافش من اي حاجه جايه ما تتشغلش كتير بالظروف الخارجية دي في ايدين ربنا ربنا ضبط الكل وكل الامور هتمشي بحسب خطته فيش حاجة هتمشي برة خطته لكن اهتم ببيتك لانه في خطر محدق ابليس بيحاول يعني اقول ايه ابليس بيحاول يقتنس اسر وبيحاول يدمر بيوت والحقيقة هو نجح الى حد كبير والتغيير يبدأ بيك المشكلة ان كل واحد عاوز يبقى في تغيير نفسه ان بيته يبقى احسن لكن بيبص لاطراف تانية بيبص لزوجته بيبص لاولاده منتظر انهم يتغيروا النهارده عاوز انبهك لحاجه مهمه جدا التغيير يبدا بيك انا ما اعرفش بيك انا بكلم الزوجه ولا بكلم الزوج ولا بكلم الاولاد لكن التغيير يبدا جواك يبدا من قلبك اثر فيا كلام كان بيقوله الاسيس سامح موريس ان يوم راس السنه ناس غير مسيحيين من القاده السياسيين طلعوا لهم فوق في الكنيسة فأحدهم وهو شخص مشهور جدا قال له أنا النهاردة اتعلمت درس مهم جدا جدا ان التغيير يبدأ في قلبي نفسي انت كمان تتعلم أن التغيير يبدأ جوه قلبك النهاردة مش عاوزك تبص للي حواليك لكن أنا عاوزك تبص للمسيح وتقول له لو سمحت غيرني أنا محتاج أتغير لما انت هتتغير ده هيكون ليه انعكاس كبير جدا على أسرتك اوعى تنتظر التغيير من الشريك او من طرف اخر لكن انت تغير وشوف ايه اللي هيحصل خلونا نصلي مع بعض خلونا نرفع قلوبنا في الوقت اللي جاي ونطلب ان ربنا يمد ايده ويغير يا رب يسوع احنا بنرفع قلوبنا لجلالك وكلنا ايمان وثقه انك انت وحدك يا رب اللي تقدر تغير نعم يا رب انت اللي تقدر تغير اي قلب عاصي انت اللي تقدر تغير اي نفس ايا كانت يا رب انت اللي تقدر تغير انت اللي تقدر تغير الاحوال انت اللي تقدر تغير الظروف انت اللي تقدر تغير الطباع انت اللي تقدر مش تغيره بس لكن تخلق من جديد ليك في الموت مخارج الله. ايها الرب الهنا يا رب انا بصلي وانا مليان ايمان وثقه انك مم. بتقوم الموت يا رب بتقوم الموت ده سلطانك انت مم. الاله مم. انت الاله اللي ليك سلطان يا رب تعال النهارده يا رب تعال النهارده مم. المس مم. يا رب القلوب تعال مم. النهارده حرر حرر المقيدين مم. يا سيد مم. تعال النهارده فك القيود تعال النهارده يا رب اهدم يا رب كل مخططات إبليس ابطل سفر. كل سفر. مشورات العدو العدو نجح رب أنه يهدم بيوت كثيرة لكن تعالى رب رمم يا رب, يا رب. تعالى رب رمم تعالى رمم البيوت اللي إبليس هدمها تعالى رب اصنع من جديد تعالى اخلق من جديد تعالى اقيم من جديد انت الحياة وانت مصدر كل حياة انت رب اللي بلمسه يا رب بتخلق انت يا رب اللي تقدر تغير كل شيء جايين يسمي. يا رب نصرخ اليك وكلنا ايمان وثقه انك بتسمع وتستجيب ليك كل المجد امين امين امين, أمين. اشكرك دكتور فعلا لمحه جميله كلنا محتاجينها لو بدانا بانفسنا وعرفنا ان التغيير ياتي من الداخل مش من الخارج ولا المجتمع ولا العيله ولا الناس اللي عايش وسطيهم لكن ابدا بنفسي حتى اجد فعلا تغيير حقيقي، اشكرك جدا. طيب يا دكتور لو حد النهارده اول مره بيسمعنا يقول انا نفسي احيا الحياه دي، طب انا نفسي بيتي يكون مؤسس على الصخر، ايوه انا عندي ضعفات، ايوه انا عندي سقطات، انا عندي امور صعبه، لكن خليني اتعرف على مواصفات البيت المسيحي المؤسس على الصخر. أه الحقيقه النهارده يمكن هتكلم بصوره هندسيه. لأن نقدر نتعلم حاجات مهمة جدا من المبادئ الهندسية الأولية، وإذا كان في مهندسين بيسمعوني يعني أتمنى يقدموا العذر إن عمري ما اشتغلت مهندس. أي بيت أهم حاجة فيه أربع عناصر أساسية. أول حاجة الأساسات، بعد كده الأعمدة، بعد كده السقف، وفي الآخر نقول السور المحيط بالبيت. أول حاجة وهي أهم حاجة الأساس الأساس أساس البيت المفروض يكون المسيح البيت المسيح الحقيقي المسيح هو أساسه وهنا مش مجرد شعار إحنا بنقوله يعني كل الناس بيقولوا آه المسيح في بيتنا يعني أنا لو أسألك المسيح في بيتك تقول لي طبعاً المسيح في بيتي آه المسيح في بيتي المسيح في حياتي يعني في حاجات معينة لازم تبقى واضحة ولازم تبقى ظاهرة ما ينفعش يكون المسيح في بيتي والمسيح في حياتي وانا عايش في الخطيه ما ينفعش يكون المسيح هو اساس حياتي وانا كل اهتماماتي اهتمامات ارضيه بهتم بجمع المال بهتم بامور ارضيه بامور دنيويه والمسيح ملوش اي مكان في حياتي اولا لازم اتاكد من الاساس الاساس هو المسيح هو المسيح اتذكر احد اصدقائي في قصه حقيقيه كان عنده بيت قديم ورثه من والديه وكان بيحب البيت ده والحقيقه البيت كان تعبان قوي ومشرخ وحالته حال صرف كل ما عنده على ترميم البيت وافتكر ان انا كنت بقول له ده مش محتاج ترميم ده اساسه بايظ ده يتهد ويتبني من جديد ما تتعبش نفسك لازم تحط اساس صح لكن فضل يرمم يرمم يرمم, يرمم في حاجه اساسها مش مظبوط وده ناس كتير بيعملوه على المستوى الروحي المسيح مش موجود في الحياه لكن انا عاوز ولادي يبقى كويسين كويسين ازاي المسيح مش موجود المسيح مش موجود في الحياه انا عاوز ولادي يروح الكنيسه ويعرفوا ربنا و... وعاوزهم يبقوا كويسين وعاوزهم يتجنبوا الانحرافات طب ده يكون ازاي والمسيح مش موجود في الحياه يعني الناس بتحاول ترمم باي طريقه باي صوره لا مروح الكنيسه بدون ما يكون المسيح في القلب هيصنع تغيير لا اي نوع من الشكليات او الممارسات هيعمل اي حاجه محسنه هيحسن اي حاجه لان العلاج لازم يبدا من الاصل الاساس المسيح يدخل الحياه وهنا ارجع واكد على اللي قلته في بدايه الحلقه كل واحد يبدا بنفسه الشيطان بيحاول يخلي كل واحد يبص للتاني ويمكن جاني رد فعل كتير لكلام قلته على الاسره لما اكلم الازواج الازواج يبقوا مبسوطين جدا والخناقات تزيد لان الزوجات يقولوا لازواجهم اعملوا الكلام اللي بيقولوا والعكس صحيح يا جماعه كل واحد يبدا بنفسه يبدا بنفسه انا لو بديت بنفسي ولو بدا الله يعمل في حياتي تاكدوا ان بيتي كله هيتغير ربنا عاوز يدخل البيوت يا ترى هيدخل منين ربنا ما بيدخلش غير من القلوب ده, 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 ده اللي ممكن يخش منه اي قلب مفتوح يدخل منه خلي قلبك انت المفتوح ربنا يخش منه يغيرك ولما يغيرك خلاص طالما دخل بيتك وحط رجليه في بيتك تاكد ان كل البيت هيبقى للمسيح يقولك تبقى امن بالرب يسوع المسيح مش فش. تخلص انت لا, لا انت, أنت وأهل اهل بيتك جميع نعم. الذين هم في البيت نعم. المسيح لما يتعامل مع حد لما يختار حد يبقى ناوي على البيت كله اتمنى انك تفتح قلبك يدخل المسيح فيه ويغيره النهارده تقعد قدامه وتصلي تصلي من قلبك سيبك من الصلوات الروتينيه وتقول يا رب انا فعلا محتاج انك تيجي وتغير حياتي وتصنع مني انسان جديد دي بدايه البركه الحقيقيه يبقى نمره واحد الأساس. الاساس, والاساس هو المسيح نعم. تاني حاجه هتكلم هطلع فوق هتكلم عن السقف اني هاجل الكلام على اعمده لان النهارده هنتكلم عن اعمده البيت المسيحي السقف ما فيش بيت من غير سقف نعم. والسقف الحقيقة هو حماية, حماية. يعني صلاة يعني نعم. مسبح عائلي نعم. مسبح عائلي يمكن كل الأباء بتهتم أنها تحمي أولادها وبيحاولوا يفكروا إزاي يحموا أولادهم الفترة الأخيرة أنا شايف ناس كتير بتهاجر من أماكن لأماكن تانية والهدف أنهم يحموا وبيتبهدلوا شفت ناس فعلا اتبهدلوا والهدف حماية أولاد اللي هيحمي أولادكم هو مظلة الصبر نعم يا بخت الأولاد اللي ليهم والدين مصليين ويا بخت الأولاد اللي نشأوا في بيت في مسبح عائلي ده السقف ده اللي هيغطيهم ده اللي هيحميهم مش هيحميهم من ظروف خارجية وبس لكن هيحميهم من هجمات إبليس وسهام إبليس نعم. إحنا للأسف الشديد دايماً بنفكر في الأمور الملموسة الظروف اللي حوالينا ودي أبسط الأشياء لو اتاملنا في الكتاب هنعرف إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم نعم. بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات اللي بيستهدف كنيسة المسيح مش ناس ولا دقون اللي نعم. بيستهدف كنيسة المسيح هو إبليس نفسه نعم. عشان كده وإحنا بنصد الحرب لازم نفهم إن هذا الحرب تصد في نعم. السماويات انه هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم نعم. وهنا ارجع واقول تاني حاجه هل يا ترى في بيتكم في مسبح عائلي عاوزين تحموا أولادكم يبقى لازم في مسبح عائلي مفيش مسبح عائلي خلاص انتوا احرر يعني انا بستغرب ازاي تقولوا احنا بنحب أولادنا واهم حاجه ولادنا وفي نفس الوقت انا بقول ولادكم مش هيحموا غير بالصلاه الصلاه هي اللي هتحمي الصلاه اللي هتعمل سور نعم. الصلاة اللي هتعمل سقف للبيت، البيت اللي ما صلاة، بيت ما سقف، أي حاجة هتنزل عليه من فوق معرض معرض لكل مه. حاجة. آه، تالت حاجة كنت عاوز أتكلم عن السور. نعم. لازم بيتنا ينفصل عن العالم. دي مهمة أوي دكتور. طبعًا. طبعًا. آه، ياما ناس بيقولوا إحنا عندنا بيوت مسيحية وما فيش فرق بينها وبين أهل العالم. مه. يعني عايشين زي أهل العالم، طباعهم زي أهل العالم. هنا أنا برضو بكرر وأقول أنا مش ضد أي كالتشر الكتاب المقدس مش ضد أي كالتشر لكن الكتاب المقدس ليه قواعده نعم. يعني ق... كل الأشياء تحل لي لكن, لكن ليست كل الأشياء توافق كل الأشياء تحل لا يتسلط علي شيء نعم. فهنا لازم نبقى فاهمين إني أنا لو عاوز أعيش حياة مسيحية حقيقية في بيت مسيحي حقيقي لازم أكون مختلف لازم يبقى في سور يفصلنا لازم ابقى فاهم ومفهم اسرتي احنا مش زي بقيه الناس احنا ما ينفعش نشارك اهل, العالم. أهل العالم ما ينفعش نعم. ما ينفعش لان احنا احنا حاجه تانية مختلفه البيت المسيحي عايشين فيه ناس بينتموا للسماء اكتر ما بينتموا للارض مش معنى كده ان احنا يعني هنبقى متطرفين او معنى كده ان احنا هناخد اقصى الاكستريمتيز انا انا مش ده اللي اقصده، لكن اقصد ان احنا دايما هنبقى متميزين. نعم. وسر تميزنا ان احنا عايشين بحسب الكتاب المقدس. علشان كده لو لقينا حاجه في الكتاب المقدس بتمشي مع الكلتشر امين، ولو لقينا حاجه في الكتاب المقدس ضد الكالتشر اللي بيمشينا ايه؟ اللي بيمشينا كلام الكتاب المقدس لا, لا تشاكلوا هذا الدهر بل عن شكلكم بتجديد اذهانكم تمام يعني حق واضح آه. دايما دي فيها محك صعبه قوي يا دكتور انه حضرتك قلت احنا لا مش هنروح للنقيض احنا مش هنروح خالص جنب الحيط وهنتقوقع ونقفل على نفسنا وعلى عيالنا ونتطرف ونعمل ونتطرف آه. نعمل منهم معقدين نفسيا آه. ده خالص لا يتنافى مع اللي احنا بنقوله آه. اللي بنقوله تخضع لكلام الكتاب وما فيش فيه مناقضات بيقولك لا تشاكل هذا الضهر بل تغير عن شكلكم بتجديد اذانكم يبقى اذا انا اعرف انه في فلتر هينقي كل اللي داخل عم. كل اللي داخل بحيث ما يشوش ما يبوظ الصوره الجميله الرب عايزني وعايز ولادي عليها انا عايزه حضرتك تتكلم باستفاضه في موضوع الجدران أمين. اللي بتفصل بيننا ما بين العالمين العالم. دكتور الحقيقه انت وانت بتتكلمي تذكرت اكتر من تليفون جاني بالذات من مصر يقولوا بنات او ولاد اهلنا خايفين علينا بيحبسونا وما من البيت، مش مش هو ده اللي انا اقصده. مش ده بالعكس ده نوع من زرع الخوف جوه قلوب الاولاد وده ضد الايمان، مش كده؟ ومش ده اللي هيحمي الاولاد. اللي هيحمي الاولاد انهم يكونوا للمسيح ويكونوا ملك للمسيح، فلما يكونوا ملك للمسيح في حمايه الهيه بتغطيهم. انا مش بقول كلام نظري، انا بقول كلام يعني حقيقي نفسي اللي بيسمعوني يختبروه لان ده مش كلام نظريات الشخص اللي ملك للمسيح شخص له حمايه الهيه الشخص اللي ملك للمسيح المسيح بنفسه هو اللي اللي بيقدم حمايه كامله انتم الذين بقوه الله محروسون ربنا بيحرصه ربنا بيحفظه اوعى تفكر ان وجوده جوه البيت، عدم خروجه ده هيحرسه او هيحفظه، لكن اللي هيحفظه انه يكون في المسيح، لكن ارجع واقول في اسوار لازم نبنيها ولازم نعلم ولادنا من البدايه ان في اسوار. عشان كده دكتور عايزه اسمع في الاسوار باستفاده بعد ما اخذ اتصال من اختي هناء، اهلا بيكي حبيبتي. أنا مبسوطة جدا جدا للبرنامج، وأنا بدي سلامي للدكتور إكرامي وأختي العزيزة أهلا بيكي، أهلا بركة الموضوع مهم قوي وأنا فرحانة وأنا بسمعه، واتصلت بحبايبي عشان يسمعوا الموضوع ده مهم جدا، وإحنا في حياتنا كأسرة، آه مهم جمع الدكتور إكرامي الصلاة وأنا عايزة أقول كسيدة وكأم مهم جدا الأم إنها تكون لها ركب ساجدة من أجل بيتها من أجل زوجها من أجل أولادها سبب بركة البيت ده أنا بشعر بيه الست في البيت هي السبب وهي اللي بتقود أيوة الرجل الرأس لكن لما بتكون لها ركب ساجدة بتشجع الزوج وبتشجع الأولاد الست في البيت لما يكون لها ركب ساجدة بتكون سبب بركة لأولادها إنه بتكون قدوة <applause> في كل تحركاتها في البيت لان هي الاكثر حركه في البيت. فدي مهمه جدا الام المصليه. ثاني حاجه العلاقات في البيت بين الافراد الام بتبقى اساس هي اللي بتسبب العلاقات السويه والعلاقات اللي فيها محبه. والعلاقات اللي فيها تفاهم بتكون الام نعم. الام اللي بتبقى بالها طويل و, و... ومتقادة بالروح القدس في البيت تشعر ان البيت يمر بسلام واليوم بيمر بسلام ويبقى في حضور الرب في البيت. نعم. حضور الرب في البيت ده بيحصل تغيير في كل فرد في البيت. <applause> وده بيبقى اساس ال ال الصلاه اساس المسبح العائلي زي ما قال الدكتور اكرام مهم قوي المسبح العائلي مهم جدا الام المصليه يعني انا بدأ عن نقطة لا. الام المصليه سبب بركه في بيتها وبعد وبعدين الام اللي عندها قلب متسع للغفران لا. مهما كان في غلطات في, في الحياه اليوميه بيبقى في قلب متسع في تسامح الاولاد بيكتسبوا هذه الصفات من الام إيه ان كانوا هاديين او ان كانوا روحهم هاديه بيكتسبوها الام ان كانوا عصبيين بيكتسبوها من الام انا بقول بكل امانه ان الام اساس كبير الاب بيبقى جزء كبير بيبقى خارج البيت الكتاب المفتوح في البيت، الكلمة المقروءة في البيت، الكلمة اللي بتردد في البيت كل طول الوقت كلمة الرب، البرامج اللي دايره في البيت وفي التي في في البيت، هل هو كلمه الرب هل هي برامج روحيه ولا هي برامج ترفيهيه؟ اللي بتتحكم فيها الام في البيت وتقدر تتحكم في كل اعمار اولادها، ما فيش لا ولا كبير يقدر يغير من البرنامج اللي بتحط الام. يعني ده ده بكل امانه اصل الولد كبر مش مش هي قادره عليه لا لان هي ما حطتش البذره هو تغير حطت كنترول في كنترول انه يسمع ايه وما يسمعش ايه البدايه من الطفوله من هو لسه بيبي بيسمع صوت ماما وهي بترنم بيسمع ماما فاتحه ترانيم ماما بتتكلم كلمه الله يبدا الطفل ينمو ينمو في مخافه الرب <applause> انا انا <أصبح> بصلي <applause> من كل قلبي لاجل كل بيت ولاجل كل امراه في البيت <applause> اي مشاجرات اي مشاجرات انا بطلب من كل قلبي لكل <applause> ام انها تكون تطلب من الرب الحكمه تطلب من الرب طول البال تطلب من الرب نعمه في الاقوال يقول القول اقوال فمي وفكر القلب مرضي امام كل كلمه تقرب تكون سبب بركه وبسبب نمو اللي حواليها. آه، وانا بشكركم جدا جدا وهسيب الفرصه لحبيبي اهلا حبيبتي، شكرا جدا لاتصالك ومداخلتك السريه الجميله اللي اضافت الكثير لكن كمان يعني تجاوبك الرائع لما طلبنا ان كل حد من حبايبي المشاهدين اللي بيشوفونا يرفع سماعه التليفون ويتصل باسره او اثنين او حبايبك او اصدقائك. للناس اللى هى محتاجه تسمع عن موضوع زى ده اشكرك من اجل التجاوب الرائع ودورك الجميل اللى عملتيه انك اتصلتى باسر حتى كمان تستفيد مره تانى شكرا لمداخلتك حبيبتى معانا اتصال اخر اختى فاتن اهلا بيكى اهلا بيكم ازيكم ازي حضرتك يا دكتور اكرام انا فاتن من اوريجون اهلا بيكي يا لو حضرتك تفتكرني مامه ساره انا انا طبعاً. مبسوطه جدا مبسوطه جدا بالكلام اللي بيتقال هو مسيحي يباركوا وعايزه اقول لكم ان الكلام ده هو مهم جدا لان ما زي الاسره احلى حاجه في الوجود الاسره والاسره من ضمن افرادها العائل الكبير هو المسيح هو الرب انا عايزه اوجه كلمه لكل لكل ست النهارده وكل ام سواء ست عندها عيال او ما عندهاش هي برضو ام مع زوجها يا جماعه اللي, اللي بيته خربان يطول باله. لو ما بتعرفيش تصلي خالص بكلم كل ام وكل زوجه، لو انت لسه بتتعلمي حاجات جديده عن ربنا ببساطه قلب، الله ينفع تصحبيه بكلمات بسيطه لو انت مش متعلمه، وصبري وطولي بالك، صدقوني صدقوني ان لما تكملوا وتطولوا بالكم وتتمسكوا بالمسيح، انا اعرف ست سنين سنين كانت تكلم جوزها عن رب بتصرفاتها وباخر أخلاقها وأنها ما تردش قلة الأدب وما تردش الطريقة الوحشة وتعلم عيالها بصورة غير مباشرة صدقوني صدقوني بعد 30 سنة هي كذبته وكذبت ناس كتير حواليه من الأسرة بتاعته وكذبت عيالها لا. الانفصال صعب، طولوا بالكم، وبعدين حضرتك بتقول كلام رائع بس مبني في الأول خالص على كلمة المسبح الروحي، المسبح اللي في البيت، أنا عارفة إن أكيد حضرتك كنت شرحت قبل كده، بس يا ريت كلمة بسيطة في الأول عشان اللي ما سمعش إيه هو المسبح اللي في البيت، بكلام بسيط عشان اللي مش فاهم يفهم، وأنا أولهم، وبحبكم وانتو ناس يعني كلكم وداعة، بشوف الوداعة فيكم، بشوف وداعة في حضرتك و انا بحبكم قوي كملوا كملوا في اللي بتعملوه كملوا عشان البيوت المهدومه كملوا عشان اللي ما يعرفش والرب معكم ينجح كل خدمتكم الجميله المقدسه دي الرب معكم ومعاكى يا حبيبتي معاك يا اخت فاتن شكرا جدا لمشاركتك ومشاعرك مشاعرك الجميله اللي اقريتي بيها بحبك انت شخصيا بحب الوداع اللي في يخليك في وفي كلامك بحبك 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 الرب ربنا يخليكي ربنا يخليكي ربنا, يخليك. ربنا, يخليك. ربنا, يخليك. ربنا, يخليك. ربنا يخليك. عليكم أمين. انا انا بحبكم قوي بحب حضرتك ويعني اكيد هيجي وقت وربنا هي يعني يسمح لي ان انا اشوفك واتمتع بالحب الجميل ده وجها لوجه شكرا جدا لمحبتك لكن مبسوطه قوي بانشغالك بالاسره والاسر الخربانه والمهدومه <applause> يا جماعه ما حدش ليه مصلحه ما حدش عنده اي غرض الغرض الوحيد ان احنا نقوم بنقاوم ابليس اللي هو ورا كل حاجه لا زوجك هو الابليس ولا اللي زوجتك هي الشيطان ده كل ده في حد بيزقها ابليس ورا كل الهدم ابليس ورا كل الخراب اشكرك اختي فاتن من اجل اسواق قلبك الجميل أو رغبتك ان كلمه ربنا توصل لكل حد وان يكون في مسبح عائلي في بيتك هو ده سور الحمايه وانا فعلا هطلب من دكتور اكرام حضرتك احنا اتكلمنا عن المسبح العائلي آه، يمكن اتكلمنا عن المسبح العائلي في حلقه اتكلمنا عن معطلات المسبح العائلي في حلقه تاني, تاني, تاني وانا عايز اقول لحضرتك لغايه النهارده ناس تقول لي وانا اذكر خادم خادم يعني ليه يعني وجوده ووزنه قال انا بس سمعت الدكتور اكرام بيتكلم عن المسبح العائلي كان عندي رغبه كبيره إني أكون مواظب يوميا، كنت باخد خلوتي، كنت بقعد قدام الرب، كنت بشبع بالرب، بس مش عارف أنجح إني أنا وأولادي هو ده السقف، الواحد يبدأ بأي طريقة. فلما يعني حد آه. مسؤول عنده مشغوليته ومع ذلك نجح إنه يجمع ولاده وقال من هذا اليوم ما فيش يوم وقع مننا، أنا وولادي وبيتي ومراتي إحنا كمان عملنا مسبع عائلي لكن كمان بننقل الفكرة لكل جيراننا وأهلنا وحبايبنا لكن محتاجين لمحة عن الشيء الجميل ده أحب. إزاي نطبقه وإيه هو المذبح أولا أنا تأثرت بالتليفونين اللي جايين من بورتلاند حقيقة الأخت هناء والأخت فاتن بيتكلموا من كل قلوبهم أنا شخصيا اتلمست وأنا واثق أن الناس اللي سمعوا اتلمسوا يعني عندي ملحوظه قبل ما اتكلم على المسبح لازم هتكلم على المسبح يمكن الاخت هناء والاخت فاتن ركزوا على دور الام دور المراه وانا يمكن لما بركز الناس بتزعل مني عاوز اقول اني كتابيا المراه ليها دور مهم جدا 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 في بيتها تيموساوس الايمان سكن في جدته في امه نعم وجاله الكتاب اتكلم عن المرأة التي ستخلص بولاد الأطفال دور المرأة في إنها تربي أولادها فبالتالي الولاد كمان هيعرفوا الرب كتير من رجال الله اللي عرفناهم واللي العالم عرفهم لما اتكلموا عن التأثيرات الحقيقية اللي في حياتهم جابوا سيرة أمهم على طول نعم الأب ليه تأثير كبير جدا لكن الام انا رايي الشخصي في وقت معين بيكون ليها تاثير اكتر من الاب لا سيما في السنين الاولى من حياه الاطفال عشان كده يعني مش عاوز اقول اسمعوا كلام الاخت هناء والاخت فاتن لكن اسمعوا صوت الرب كل ام يمكن بتوجه عتاب لجوزها وحاسه ان جوزها يعني بينقصوا حاجات كتير جدا 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 انا بقول لك ابدئي بنفسك ابداي بنفسك ابداي انتي صلي وتغيري ولما تصلي انتي وتتغيري تاكدي ان ده هينعكس على جوزك يمكن اختي فاتت اتكلمت عن جوز اتغير بعد 30 سنه بنعمه ربنا ده مش هيحصل معاك لكن اول ما المسيح يستعلم في حياتك صدقيني هتلمسي تغيير سريع وملموس في جوزك وفي اولادك وبرجع واكرر احنا مش بنقول كلام نظري نعم كلام بصير اللي الذكيه هتقدر يعني تقدر. حتى من غير ما تعمل حاجه آه. حياتها واسلوبها وحبها المتفاني اللي باستمرار عندها عطاء باستمرار هي بتحط في حسابه في رصيده جرعات من الحب اكيد هيجي يوم وهذا القاسي يتغير يتغير آه النهارده ربنا عاوز يقول لك اوعي تفشلي كمان اوعي تعيشي دور المظلومه المغلوبه على امرك النهارده تشددي بالرب الهك تشددي بالمسيح وقولي استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. يمكن في ستات بيسمعوني دلوقتي يئسوا خلاص وفشلوا فشلوا من جهه ولادهم وفشلوا من جهه ازواجهم النهارده ربنا عاوز يوصل لكم رساله تشجيعيه اوعي تفشلي الله لم يعطنا روح الفشل نعم. كملي قدام ربنا اقفي قدام ربنا صلي تاكدي ان دموعك لن تذهب هباء تذكري ان اغسطينوس القديس العظيم هو ابن الدموع وممكن جوزك يبقى ابن دموعك ابدائي بنفسك ابدائي بنفسك وتواجدي في محضر ربنا نرجع للمسبح العائلي ونشكر لا. ربنا من اجل ان الناس ادركوا اهميه المسبح العائلي لا. يمكن ده مفرحني واللي مزعلني ان رغم ان الناس مدركة اهميه المسبح العائلي في بيوت كتيره فيهاش مسبح عائلي يا جماعه المسبح العائلي بالنسبه لبيتنا هو السقف عايش في بيت من غير مسبح عائلي انت عايش بيت من غير سقف أه هقول فكره صغيره بس انا بشجعكم ممكن تدخلوا على الموقع بتاع قناه الكرما وتكتبوا المسبح العائلي هتلقوا الحلقتين بتوع المسبح لا. العائلي موجودين على فتقدروا لا. تشوفوهم كاملين وانا يعني شايف ان عدد كبير من الناس دخلوا وشافوا حلقات المسبح العائلي والنهارده وعلى اليوتيوب دلوقتي آه موجوده على كل العالم بالظبط كده نعم. اه خش على اليوتيوب واكتبوا المسبح العائلي هتلقوا حلقات المسبح العائلي موجوده بالعربي كده المسبح العائلي هتلقوا حلقات المسبح العائلي واتمنى انكم تسمعوها انا شرحت بالتفصيل كيف نعمل مسبح عائلي، لكن هلخصه بسرعه كده اقول المسبح العائلي هو اجتماع جميع افراد الاسره معا في وقت معين يخصص يفضل ان يكون كل يوم لكن ممكن يبقى مرتين في الاسبوع ممكن يبقى مره في الاسبوع بحسب لكن وقت منتظم فيه بنجتمع علشان نصلي مع بعض علشان نقرا الكتاب مع بعض علشان نتشارك الافكار مع بعض علشان نقدم العهود مع بعض علشان خاطر نشوف ربنا عاوز مننا ايه مع بعض يبقى ده وقت بتخصصه الاسره في انها تجتمع معا ويجب أن يكون وقت منتظم في أسرة تقدر تجتمع كل يوم وده الأفضل وده المثالي لكن إذا ما كناش نقدر نجتمع كل يوم يبقى نقول مرة في الأسبوع يبقى نقول مرتين في الأسبوع على قد ما تجتمعوا وتقعدوا عشان تصلوا وتقروا في كتاب وتتناقشوا في محضر الله وتناقشوا مشاكلكم في محضر الله وتطرحوا قضايا تخصكم كلكم وتحاولوا تتناقشوا في جو الصلاة على قد ما تقعدوا على قد ما ربنا هيبارك بيتكم أمين يعني أنا يعني برضو أنا لا يعني أنا أشجع حضرتك وأشجع كل حبايبي المشاهدين، الخادم اللي يعني فعلاً اتصل مخصوص عشان يقول لي كده من مصر، بيقول أنا عايزة أقول لكم وأعترف مش على طول هتلاقوا الأمور سهلة، أنا آه. وقت ما قررت كنت الأول باخد خلوتي وأشبع آه. بالرب لوحدي وأحضر خدماتي وكل ده لوحدي، لكن لما عيوني اتفتحت لا وليه ما أجيبش مراتي وأولادي كانت الحرب أقوى والمعطلات أقوى. إحنا عملنا حلقة كاملة ساعتين عن المعطلات ساعتين كاملين عن المعطلات. نعم احبائي يقدروا يدخلوا ويكتبوا معطلات المسبح العائلي وهيشوفوا المعطلات الكتيره اللي اتكلمناها وحل كل إزاي معطل ازاي نتغلب على كل هذه المعطلات نعم امين نرجع تاني للم... عاوز اتكلم على اعمده النهارده. امين آه انا انا عارفه <applause> انه قلبك مشغول آه. بانك فعلا تقول لنا انه لكل بناء اعمده زي ما حضرتك قلت نعم. لو بصينا لاي قواعد هندسيه فعلا لتشييد المباني م. بتقول انه في اعمده وما الأعمدة قوية يا دكتور، البيت يعني هي يعني هيكون قايل للسقوط واحنا طلع. بنشوف قد ايه عمارات النهارده عشان فيها غش ولم تبنى بشكل صحيح واعمدتها يعني عايزة أقول ورق وقعت ولما وقعت وقعت على الناس اللي فيها طلع. وأنا أخشى أنه يكون هناك بيوت الأعمدة بتاعتها هشة من أي هزة أرضية أي مشكلة تقع وتقع على مين؟ على الأحباء على الأهل على بيتي على الولاد ازاي وعلى الولاد اكثر ناس يعني أكبر يخاف بحية. عليهم الولاد وعلى مم. فكره هدف الشيطان دايما من هدم اي اسره هو الولاد يمكن دي قلتها قبل كده لكن اقولها تاني الشيطان عينيه على ولادك عينيه على ولادك ازاي يدمرهم ازاي يحطمهم يوقع بيتهم لو وقع البيت عليه العاطي <applause> يمكن النهارده كنت مع مجموعه من الشباب بنات امريكان صغيرين وتاثرت جدا وهم بيتكلموا على اللي واجهوه في بيوتهم يعني ازاي البيت وقع وازاي الشيطان دمرهم وازاي نفسياتهم اتحطمت ورغم ان سنهم 17 18 سنه لكن نفسيات محطمه مهلهله يعني بنقول لسه العمر قدامهم لكن على ما يبدو ان الماضي هيفضل يطاردهم كتير الى ان يتعامل المسيح معه فاللي بيدفع <applause> الثمن دايما الاولاد الضحيه الولاد. الكبرى الولاد كبس الفدا الولاد, الولاد. <applause> والعجيب ان الولاد الاباء يقولوا اهم حاجه ولادنا هو هو كلام هو مجرد كلام احنا بنقوله اهم حاجه ولادنا يعني نوفر لهم بيت للمسيح بيت مؤسس على الصخر في اي مكان في مصر يقولوا طب حكم الاخوان المسلمين في مصر لو ولادي عايشين في بيت مؤسس على الصخر مفيش خطر على الولاد. نعم مفيش خطر يتغير يعني حكم الاخوان هيقعد كتير ما هيتغير لان الرب قال مبارك شعبي مصر لكن لازم اللي يضمن ان بيتي يبقى ملك للمسيح. في اي حته في امريكا في اوروبا لازم ولادي يكونوا عايشين في بيت ملك للمسيح علشان القى المسيح ظاهر في حياه ولادي. خلينا نتكلم نعم. عن الاعمده وبقول ان الاعمده هي سبعه اعمده. والسبع اعمده تمثل العلاقات المختلفه. هبدا بالعمود الاول وهو علاقه الاسره بالرب. علاقه الاسره بالرب، اسمحي لي الخص كل عمود او كل علاقه في ثلاث حاجات اساسيه. علاقه الاسره بالرب لازم تبقى مزيج من الايمان والمخافه والعباده. يبقى دول الثلاث حاجات الاساسيين لازم كل اسره تفهم علاقتكم مع ربنا اول حاجه ايمان انتوا حاطين كل ثقتكم فيه انتوا واثقين ان هو المسؤول عن الاسره يمكن يكون عندكم ازمه ماليه تاكدوا ان ربنا مسؤول عن اسرتكم وربنا هيسدد وهيعول وهيملى الاحتياج بحسب غناه في المجد واي اسره ملك للمسيح عاوز اطمنها واقول لها مهما كانت أزمنة السوق في وعد أنه في أزمنة السوق لا تخزون في أوقات الجوع تشبعون حتى لو الظروف الاقتصادية حواليكم سيئة جدا خلوا عندكم إيمان وخلوا عندكم ثقة أن المسؤول عن الإعالة المالية وملء كل الاحتياجات وترتيب كل الأمور هو الرب يا جماعة اختبروا إيد ربنا في الظروف الصعبة يا جماعة ادوا فرصة ربنا يشتغل اتوقفوا انتوا عن عولان الهم والتفكير وسيبوا ربنا يشتغل صدقوني هيشتغل بصوره ما اروحها وما أمجد فيبقى اول حاجه في علاقتنا مع ربنا لازم نثق فيه. ناس كتير في علاقتهم مع ربنا الثقه دي مش موجوده جواهم مخاوف خايفين من بكره خايفين من الاحداث تليفونات كتير جالي من مصر خايفين من الاسبوع الجاي هيبقى فيه ايه؟ احنا الهنا اله حي هو المسؤول عننا. ايه هيكون اتذكروا كلمات المرنم لا نخشى اذا انقلبت الجبال الله لنا ملجا وقوه عونا في الضيقات وجد شديدا ده هو الهنا يا جماعه ده الاله بتاع اسرتنا هو المسؤول عننا هو المسؤول عن حمايتنا هو المسؤول عن اعالتنا هو المسؤول عن رعايتنا هو المسؤول عن تسديد كل احتياجنا فيبقى اول اساس او اول كلمة بنقولها في العمود في العلاقة مع ربنا الإيمان هل يا ترى إيمانك بربنا كبير ولا الشيطان نجح أنه ينزع هذا الإيمان من جواك هل أنت لازلت واثق فيه ولا الشيطان نجح أنه يعمل أزمة بينك وبينه تقول أنا كنت بثق فيه لكن دلوقتي أنا مش قادر أثق فيه النهاردة ارجع وقول له رب رجع لي ثقتي فيك الثقة اللي الشيطان نزعها أنت رب رجعها لي يبقى عمود انا بعامل ربنا بايمان وثقه تاني حاجه مخافه ربنا مخافه ربنا آه في مشكله ان مخافه ربنا مش موجوده في قلوب ناس كتير الواحد لما بيتعامل مع انسان بيخاف ربنا بيبقى فرحان لكن مش كل الناس بتخاف ربنا بخاف ربنا مش عاوز اقول بخاف منه لكن عاوز اقول بخاف على مشاعره يعني أتذكر ساعة ما حياتي بدأت تتغير وبدأت أعيش للمسيح جديد كان في ترنيمة لازقة فيا بتقول جراح حبيبي غالية علي خلتني أكره كل خطية أنا مم. مش عاوز أعمل خطية لأني في مخافة ربنا في قلبي يسول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله مم. هل يا ترى ده متوافر في أسرنا ياما أشياء بتحصل في الأسرة فيهاش مخافة ربنا ممكن تكون زوج مش في قلبك مخافه ربنا كل هدفك انك تعمل في الخفاء في علاقات في حياتك مختفيه عن زوجتك بيتك مش بيت مسيحي اطلاقا اطلاقا اذا كان في حياتنا اشياء مفهاش مخافه ربنا لازم نفهم ان بيوتنا مش بيوت مسيحيه النهارده الوقت اللي فيه كل واحد يفحص نفسه هل انا في قلبي مخافه لربنا يمكن بكلم الزوج والزوجه قبل ما اكلم الاولاد هل في قلبك كزوج مخافه لربنا يعني هل انت فعلا حاطط قدام عينيك انك تعيش حياه بحسب فكر ربنا وفي كل امر انت بتعمله بتقول مش ممكن اعمل حاجه تغضب ربنا مش ممكن اعمل حاجه تحزن ربنا انا زعلان جدا يا اخت مرفت امر خطير يا ياما بيوت يا بيوت فيها اسرار محتجبه بين الزوج والزوج مم. الزوج في حياته اسرار والزوجه في حياتها اسرار ويمكن من خلال خدمتي شفت مفاجات مفاجات عجيبه جدا 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 ويسالوا ليه بيتنا خربان ليه الدنيا مش ماشيه ليه ما فيش بركه عشان كده دكتور عايزه ارجع ونتكلم باستفاضه عن حته مخافه الله جزء منها مخافة الله موضوع كبير ورائع ومحتاجه حضرتك تكلمنا فيه شويه معلش باستفاضه لكن لكن الامر اللي عايزه حضرتك يعني يمكن اشرت ليه ان هناك امور بتحصل في البيت تحت السقف دوت ووسط الجدران دي يمكن فيها حواجز وحطان بتفصل أكتر من الجدران ما بين الزوجه والزوجه بسبب عدم الشفافيه وعدم الشفافيه فيها جزء كبير لازم نحطه في الاعتبار انه لو بخاف الله المفروض عندي شفافيه بالصحة. ايه راي حضرتك ايه رايك الاشخاص اللي هم عايشين والشكل العام احنا متزوجين ولينا اولاد واسره ولكن حته الشفافيه غير متوفره وكل واحد عنده اسراره وعنده علاقاته ازاي ممكن نخبط على الباب ده ونقول احنا محتاجين النهارده نكسره مش نفتحه نكسره ونكسر القفل اللي عليه عشان شريكي يتعامل معايا بشفافيه وما يكونش بيني ما بينه ادراج مقفوله وبيبان مقفوله وعليها اقفال اتفضل دكتور؟ انا بقفل على ايه مم. بقفل على حاجه معتمه بالظبط بقفل على حاجة, حاجه بقفل على حاجه مش عاوزة تطلع, تطلع في, النور, في النور. Yes. والسبب السبب عدم مخافه ربنا يوسف كان شاب وما كانش متجوز والخطيه كانت معروضه عليه ولو يوسف يعني خضع للخطيه ليه مئة عذر وعذر ما كانش يقدر يقول لا وكان يوسف عارف كويس جدا ان لو قال لا التمن هيبقى باهظ وفعلا يوسف قرر انه يدفع التمن عارفه ليه لانه كان بيخاف ربنا نعم كان جوابه واضح ومحدد كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله امتى الزوج يكون بيخبي حاجه على زوجته لما يكون ما فيش مخافه ربنا في حياته ففي جزء مظلم اوعى تظن او تتوهم اني ممكن ربنا يباركك ويبارك بيتك وفي شيء مظلم في حياتك ما فيهوش مخافه الرب يعني في ناس كتير يعني عاوز اقول كلمه اقول ايه يعني مش لاقي كلمه اعبر بيها طليق وانا يعني قدام الشاشه وملايين بيسمعوني هقول بيضحكوا على نفسهم بيضحكوا على نفسهم بيضحكوا على نفسه. <applause> يعني عايز اقول كلمه اكبر لكن مش قادر اقولها. <applause> يعني انت في حياتك الشيء ده. يعني افتكر مره بيت مدمر وربنا ثقلني اني اروح فقاعد مع الزوج مره في اتنين في تلاته في اربعه هم مش عارفين ليه المشكله ما بتتحلش. فقاعد مع الزوج لغايه لما ربنا تعامل معاه وربنا لمسه وفوجئت ان في حاجه مظلمه في حياته حاجة رهيبة كنت عاوز أقول له يعني تعبتني وتعبت نفسك وتعبت أسرتك كمل بداية لازم تكون صريح لاني دوره بسرطاني لازم يتشال ولما يتشال هتشوف ايد ربنا بتعمل ازاي في بيتك وفعلا مجرد ما الشيء ده اتشال وحطه قدام ربنا وقدم توبة وبدأت مخافة ربنا تخش في حياته ما اقدرش أقول لك التغيير اللي حصل شكله ايه الكلام ده ممكن يكون خاص بالزوج الكلام ده ممكن يكون خاصه بالزوجه لا. لازم نخاف ربنا وعلى فكره اذا كنا عاوزين ولادنا يخافوا ربنا لازم ولادنا يشوفوا فينا مخافه ربنا يعني الحاجه اللي هتعلم ولادنا مخافه ربنا انهم يشوفوا فينا احنا اولا مخافه ربنا مش يسمعوا ولا نعلمهم ولا نقول لهم قول زي ما انت عاوز تقول لو ابنك ما شافش فيك مخافه ربنا هو كمان هيطلع مش بيخاف ربنا رائع آه. دكتور انا بس عايزه اعتذر للاتصال اللي من السعوديه معلش فقدنا الاتصال سامحنا على الانتظار وحضرتك ممكن تعاود الاتصال مره تاني سامحنا آه حضرتك قلت داعم او عمود كبير هو العلاقه بربنا آه. جزئين في العلاقه بربنا في الجزء الاول هو الايمان ومخافه ربنا تمام مخافه ربنا بتظهر في سلوكنا وده بيوصل لولادنا م. نفسي حضرتك تكلمنا عن الحته دي هل ولادنا حضرتك قلت انه مهما قلت له خاف الله عيش كويس م. اعمل مهما قلت له بالكلام وانا بعمل حاجه تناقض دوت انا كاني بالظبط برسم على الميه اللي بيرسم على الميه بيتعب روحه مهما رسمت على الميه مفيش ملامح هتعرف تكون بتلم... فمهما قلت لولادك شيء انت مش عايشه مش هينفع يشوفوه لانك بتتعب نفسك وتبذل مجهود بترسم طابلو رائع بس على الميه اقول لك الاخطر ان ده بيولد جواهم العند ويقود الى نتائج عكسيه يعني هنا كتير من الاباء بيشكوا من عند الاولاد اه في سن المراهقه الولاد ممكن يبقى عندهم بعض العند اوكي ده انا مش بتكلم عندي لكن احيانا العند يتواجد جوه الابناء لما الاب يقول حاجه والابن ما يشوفهاش فيه فيتولد جواه عاوز اقول ايه حصانه ضد كلام الابن والاب الاب والابن يعمل عكس اللي بيقوله ابوه بالظبط والعكس اللي يكون بيعمله الابن هو نفس اللي بيعمله الاب فعلى الاب انه ما يزعلش طالما اني انا مش بعمل كده اذا مش مطلوب مني ان ولادي يعملوا كده اتمنى أن كل اب وكل ام النهارده يقف قدام ربنا يقول له يا رب احنا عاوزين نخافك عاوزين نخافك في كل امور حياتنا في كل صغيره في كل كبيره عاوزين نعيش حياه فعلا في مخافتك نبعد عن الخطيه نهرب من الخطيه نتعامل يعني اقول ايه بعداوه شديده مع الخطيه زي ما بيقول الكتاب لم تقاوموا بعد حتى الدم نعم. مجاهدين ضد الخطيه نعم. ولما نعمل كده وتكون فينا مخافه ربنا ونحاسب نفسنا اول باول ده هينتقل بالطبيعه الى اولادنا رائع دكتور خليني اسالك في حته مخافه الله اتكلمنا عن مخافه الله في حيز العلاقات نعم. طيب هل يجب ان احنا نخلي بالنا ويكون في مخافه الله في التعامل حتى مع الامور الماليه كزوج وزوجه؟ يعني انا احد الحاجات البسيطه عشوري نعم عشوري يعني عشوري كتاب مؤذي بيقول عشوري دي مش بتاعتي دي بتاعت مه. ربنا فاحد الحاجات البسيطه هل انا امين على عشوري؟ يعني ده نمره واحد احنا كتير جدا بنطلب من ربنا وعاوزينه يعمل كل حاجه وفي نفس الوقت مش واخدين لبالنا ان في مفاتيح للبركه في حياتنا العطاء احد مف احد مفاتيح البركه في حياتنا لا. الامانه في العشور اعطيني العشور وجربوني ده احد مفاتيح البركه في حياتنا احنا ممكن نكون المفاتيح دي رامينها ومش بنستخدمها فبتكون النتيجه ان مفيش بركه طبعا على النواحي الماديه لو زوجة بتخبي جزء من الفلوس مثلا عن جوزها ده نوع من عدم الامانه لو الزوج بيخبي مفروض الزوج والزوجه الاتنين حاجه واحده او يكون في نوع من الـ اقول مش من الشفافيه وبس لكن نوع من الوضوح والصراحه بالظبط لان الاتنين واحد الاثنين واحد ما ينفعش يبقى في فاصل بينهم ما ينفعش بصي اي حاجه معتمه وراها عدم مخافه ربنا بالظبط اي حاجه ما فيهاش صراحه اي حاجه متوربه اي حاجه مش باينه يبقى وراها على طول يا اخت ميرفت عدم مخافه رائع جوانب كتير في مخافه الله لكن ماذا عن العباده؟ اه إحنا الجانب التاني آه العباده مخافه الله ماذا عن العباده؟ هنا العباده انا بتكلم عن حاجتين نعم اولا عباده في البيت على مستوى المسبح العائلي وبعد كده ان ياريت كل افراد الاسره يكون لهم اجتماع في كنيسه مع بعض والكلام ده قلته مرات كتير وبكرره اكتر حاجه بتبارك الولاد إني آخد ولادي و... ويبقى كلنا بنحضر مع بعض اجتماع أسبوعي، قد إيه بيفرق؟ قد إيه بيفرق؟ وحلو لو أبدأ أعودهم على كده من الصغر. إحنا عندنا في يوم في الأسبوع لازم كلنا نروح مع بعض الكنيسة. دي حاجة مفروغ منها. دي حاجة غير قابلة للجدال، دي أهم حاجة إحنا بنعملها مع بعض كأسرة. يمكن اقول انا باخد اسرتي وبفسحهم باخد اسرتي وبوديهم المطعم اللي اهم من ده كله انك تاخد اسرتك وتروح الكنيسه بصوره منتظمه يبقى إيه ده الجانبين الخاصه بالعباده في مسبحه الي في بيتي وفي التزام وفي مواظبه كاسره على حضور اجتماع كلنا مع بعض يمكن بعد شويه الاولاد هيكبروا والدنيا مش هتمشي وكل واحد هيروح كنيسه لكن على الاقل في الوقت اللي احنا عندنا القدره ان ناخد ولادنا معانا، ولادنا هيسمعوا الكلام، يبقى حلو جدا لو احنا كاسره وظبنا على حضور ولو اجتماع واحد في الاسبوع في الكنيسه. أهني يا دكتور ناخد اتصال، عايز اقول للدكتور احمد مسعدية سامحنا الخط وقع، لكن معانا الدكتور عزيز من نيوجيرسي، أهلا وسهلا بيك. دكتور عزيز. أشكركم من أجل الحلقة النهارده، دايما بنتعلم. وبنستفيد وكنت عايز اشارك بايه واحده جت في اصحاح تسعه من سفر الامثال الايه دي بتاكد ثلاث حاجات مهمين قوي اتقالوا النهارده في الحلقه الايه بتقول الحكمه بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعه اول حاجه بيتكلم عن دور المراه الحكمه بنت بيتها ان حي زي ما قالت الاخوات اللي اتصلوا ان الزوجه مش بس الزوج ليها دور مش انها بس تبني لكن ان هي كمان بتاسس الاعمده السبعه دي مع مع زوجها. الامر الثاني اللي عايز اكد عليه مخافه الرب، مكتوب ان اللي بنى البيت ده الحكمه، الحكمه بنت بيتها وراس الحكمه مخافه الله. البيت اللي مبني على مخافه ربنا ده بيت مبني على الصخر، بيت بعيد عن الازدواجيه، بعيد عن الشكليه، بيت مش بيت من الشكل القديم الستايل الشرقي ولا الستايل الغربي، لكن زي ما قال يشوع اما انا وبيتي فنعبد الرب الحاجه الثالثه اللي انا عايز اكد عليها حته الاعمده السبعه الحقيقه دكتور اكرام كل ما كنت بفتكر الايه دي كنت بسال نفسي يا ترى ايه هي الاعمده السبعه وانا في شوق ان اتعلمه من حضرتك النهارده وبشكركم مره تانية من اجل الحلقه النهارده ربنا يبارك يا دكتور عزيز شكرا ليك دكتور عزيز ومشاركتك دايما البناءة الجميله اللي بتبني وتضيف للحلقه شكرا جدا لاتصالك وامين قادر الرب يستخدم كل ما يقدم لمجده وامتداد ملكوته. احبائي خلونا نطلع لفاصل قصير ونرجع لاستكمال ما بداناه وبيت على الصخر. <applause> تكن عينك مفتوحتين على هذا البيت إلهي لتكن عينك مفتوحتين على هذا البيت احبائي البيت المسيحي السعيد هو البيت الذي يعطي الاولويه ومركز الصداره لشخص الرب يسوع تكلمنا في الجزء الاولاني ما هي مواصفات البيت المسيحي الحقيقي السعيد المبني على الصخر تكلمنا عن الاعمده والعمود الاول والاساسي هو العلاقه بالرب اللي بيتضمن الايمان مخافه الله العباده ماذا عن اعمده اخرى دكتور اكرام هي بتوزن حال البيت طب آه. تسمح لنا معلش يا دكتور اكرام ناخد الدكتور احمد من السعوديه اهلا وسهلا بيك اهلا صباح الخير يا هانم اهلا بيك أهلاً صباح بيك. النور دكتور احمد احنا هنا الصبح بدري معلش تحياتي لا اهلا بيك و... اهلا بيك وشكرا و... ل... لانك يعني مدي وقت وبتتفرج رغم ال... يعني لسه بدري في السعوديه لكن اهلا وسهلا بيك دكتور احمد اهلا يا فندم تحياتي لحضرتك القسيس ضيفك الكريم اهلا بحضرتك هو انا دكتور فندم. زيك دكتور احمد انا مش اسيس اهلا يا فندم اهلا بيك دكتور احمد سعيدة الحقيقه يعني انا بيبقى عندي ويك اند فبيبقى عندي حفله يوم ال يعني الاربعاء والخميس فانا يعني كنت عايش في الليل مع رب المجد يسوع المسيح ومع مصر <سؤال> <تصفيق> <تصفيق> حتى طالعني برنامجكم كالأمطار yeah. الحقيقة يعني أنا كنت بكلم الليل بقى في الآخر oh. يعني بقول له يعني الليل كظلام مش الليل ك yeah. كوقت للإبداع oh. بقول له يا أيها الليل انصرف mm. فالشمس خلفك طفلة شقراء mm. في ثوب طلي في وجهك الغريب يأس عابس أغمضت جفني ساعة لم يرحل م. دعني ودع تلك السماء فإنني صب سترحل في الصباح قوافلي دعني يا سيدي أشاركك كمهندس وكفيلسوف ولو ان انا ولا مهندس ولا فيلسوف م. الحقيقه انا قريت بحث في النانو تكنولوجي في الكونكريت سيمنت فالاساسات دلوقتي تقريبا بقوا يعملوها بالكوفيليك اللي هو الخرسانه. نعم. اقل وزن حضرتك واعلى تحمل درجه كفاءه. نعم. فطبعا يعني انا يعني اتمنى ان الاساسات بتاعت بيوتنا تبقى اساسات قادره على التحمل من غير ما تكون متلكعه. نعم. يعني تكون اساسات فيها يعني سطل فيها نوع من الحب. الراسخ وفيها نوع من الصفاء والموده. نعم. لان العمليه مش بتكلكعه ولو الوزن الثقيل. النقطه الجميله الحقيقه اللي حضرتك طرحتها اللي هي الاسوار. نعم. معلش انا اسف انا دايما اتعامل مع, مع الموضوعات بشكل كده يعني. لا لا انا انا والوحيد. معجب جدا بكلامك دكتور احمد واحب انك تشاركنا في كل برامجنا الحقيقه يعني. ميرسي حبيبي قوي. <applause> أنا بحس حضرتك إن الإنسان كيف يعيش الإنسان في وسط المجتمع آه وهو آه ويشعر أنه ليس جزءًا من هذا العالم. <تصفيق> <تصفيق> يعني الحقيقة بحس إن الناس ما بيبقوش فاهمين القضية دي كويس. <تصفيق> 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 أنا بتصور إن مشكلة الإنسان يعني يعني تتلخص في حاجتين في غاية الأهمية. اولا الانسان دائما ينسى وجوده رقم واحد الانسان دائما ينسى انه موجود الشيء الثاني الانسان ينسى ان الله موجود فالحقيقه الانسان بينسى دائما ان هو موجود كذات فاعله وبالتالي دائما ينسق الاغلب للمنطق الخارجي للحياه والامتثاليه الجماعيه العمياء لاي انماط ثقافيه أيا ما كانت يعني دون التحديد نعم. ف... فدائما هو يعني بينظر لنفسه على انه طبيب، تاجر، آه، رجل متدين، رجل دين لا يفكر في ذاته ان ذاته فاعله وقويه نعم. ودي طبعا يعني بتؤدي الحقيقه لانه ما يقدرش يستخدم لا يقدر لا بيت ولا ولا يعني يشعر باي درجه من السيطره نعم. ويدرك أنه هو يعني قاسم ومدين لنفسه انه مش عارف يحقق اي امكانيات ليها وهنا بيجي الاحساس بالذنب من فشله انه عنده امكانيات وبيبني بيوت وهي لا مش عارف يستخدمها هنا بياتي الحل في ان ربنا موجود وان رب المجد يسوع المسيح قادر ان يسكت علينا روح القدوس وقادر حتى لا تحتبس امكانياتنا والحقيقه فكره ان الله موجود هي يعني ليس يعني ليست مجرد فكره انما هي حياه ويقين واحساس بالمصاحبه طول الوقت وتصديق فالانسان بيتيقن ان رب المجد يسوع المسيح اذا ملك حياته سيطلق كل امكانياته ولن يحبسها وسيبعده عن ان هو يعيش النمط اللي هو اللي موجود حوالينا النمط الحياه الفاشله ونمط الاحباط ونمط اهدار قيمه الانسان الانسان بيهدر قيمته وانا يعني اسال رب المجد يسوع المسيح ان يطلق كل امكانيات شعب مصر يا رب إمكانيات كل شعب مصر وإمكانياتك يا رب. يا رب. في اسم رب المجد يسوع، أنا آسف إن أنا في دايماً أدخل أنا أدخل يا جا. دكتور أحمد لو فضلت لغاية آخر الحلقة تكرر كلمة رب المجد يسوع أنا هبقى سعيد جداً لأن كل مرة أنت بتقولها يعني ما عندكش فكرة قلبي بيتهلل إزاي. ف يعني أنت قلت كلام جميل جداً جداً لكن هحط كل الكلام ده في ركن. وحط كلمة رب المجد يسوع في ركن تاني لأنها يعني أقول لك إيه على قلبي ما فيش أحلى ولا أمجد من كده تاني يا دكتور أحمد مرحي آه س... أو حبيبي وربنا معك معاك وربنا يبارك ربنا يحفظك ويباركك ويكون ليك البيت المسيحي الحقيقي يا دكتور أحمد شكرا لك شكرا لي. خليك على اتصال دايم بينا يا دكتور أحمد لأن ده يسعدنا جدا 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 يعني ربنا يحفظك رب المجد يسوع اللي بتقول عنه يحفظك ويباركك في كل ما تمتد إليه يديك أمين. أمين أمين, شكرا لاتصالك دكتور أحمد وشكرا لمتابعتك للبرنامج وأهلا وسهلا بيك كصديق لقناة الكرمة معنا اتصال آخر من أختي بنت الرب أهلا وسهلا بيك حبيبتي وسامحينا على الانتظار أهلا بيك أهلا بيك يا حبيبتي نشكر ربنا أنا أه عندي الحقيقة مشكلة أه يعني متزوجة أنا صار لي أكثر من عشر سنين مه. والشخص اللي تزوجته هو أمريكي الأصل مه. بس شو أه اسمها عنده مشكلة مع الكهولك هو مه. فهو ما تقابل كان يعني أنا يعني عرفته قبل ما أتزوجه ونفس الشيء وأحاول دائما أساعده أنه حتى يترك المشروب أو يقلل من المشروب. أه يعني هو دائما يعني أكثر شيء هو يكون شو اسمه أناني سالفتش يعني هواية يتفرج تلفزيون ما عنده اهتمام يعني تجاهي خصوصا يعني هواية مرات وبعدين هواية مرات بس يعني يشتري مشروب وبعدين يعني يقول لي حتى كلمات ما حلوة هدشي هواية أني أتضايق يعني أصلي أطلب من الله على طول أروح دائما للكنيسة أحضر يعني شو اسمها مال بايبل ستادي بس اريد هاد مساعده يعني شنو اللي اسوي يعني بس أمين. بنفس الوقت يعني يعني شوي عندي نوع من الخوف هو حاليا اشتغل بالليل طبعاً يعني اروح قيم اهلي الى ان يصير الوقت مالته يجي واروح اجيبه. اه امين امين انا بشكر مشاعرك الجميله الصادقه دي ولكن انا عارفه ان رغبه قلبك ان هذا الشخص يتغير لكن انا عارفه ان دكتور اكرام ليه كلام كتير أحب إنك تسمعي يا حبيبتي، اتفضلي يا دكتور أه بنت الرب أه أنا عاوز أقول لك أنتِ شخصياً أه ركزي الوقت اللي جاي على علاقتك أنتِ مع المسيح اتمكني من المسيح أثبتي فيه أدخلي في عمق الشركة معاه أه خصصي وقت إنك تقري الكتاب المقدس وإنك تصلي ده في البداية وبعد كده ابدأي صلي من أجل جوزك وهتشوفي التغيير يعني أنا مش بدعوكي أنك تكلميه تقولي له أي حاجة لاني الكلام مش هينفع كتير لكن بدعوكي أنك أنت تزدادي عمق في المسيح وتقربي من المسيح وتخصصي وقت أكتر في حياتك أنك تصلي وتقري الكتاب وتكون لك علاقة خاصة متميزة بالمسيح ولما التغيير ده الكبير يحصل في حياتك هتشوفي ايه اللي هيحصل بالنسبه لبيتك كله، لكن برجع واقول أه تحتملي زوجك أه الكتاب المقدس أه مش بيشجعنا على ان احنا ننفصل لكن الكتاب المقدس بيقول ان الزوج والزوجه واحد أه لازم تحتمليه ولازم تصبري وربنا يجري تغيير فيه، لكن خليني اقول ان الخطوه الاولى للتغيير تكون جواكي عن طريق اعادك اكتر قدام المسيح اخت ميرفت قبل ما اتكلم على العمود التاني انا تاثرت كمان بتليفون الدكتور احمد وحسيت ان ربنا عاوز يوجه يعني رساله كده بصوت عالي لاسر كتير جدا مسيحيه للاسف بالاسم ربنا عاوز يقول ان البيت المسيحي مش شرط يكون بيت بولس ولا بيت عبد المسيح ولا بيت مينا ممكن يكون بيت احمد ممكن يكون بيت مصطفى البيت المسيحي مش قاصر على فئة معينة يا مناس على اسم المسيح وبيوتها مش ملك للمسيح ما نقدرش نوصف بيوتها إنها بيوت للمسيح يا مناس بتدعي إنها ملك للمسيح لكن لا ينتموا إلى شخص المسيح لا من قريب أو من بعيد ويا مناس تانية من بعيد ربنا بيجيبهم وبيصيروا قريبين ويا مناس ما كناش نظن ولا نتصور انهم يكونوا ملك للمسيح سبقونا وصاروا ملك للمسيح وبيوتهم اصبحت كنايس وبيوتهم اصبحت بيوت مؤسسه على الصخر ينطبق عليها العنوان اللي بنقوله بيت على الصخر امين يا دكتور امين خلينا ناخد اتصال من اخي استفانو وسامحنا على الانتظار اهلا وسهلا بيك مساء الخير سوني اهلا بيك اهلا وسهلا سلام المسيح معاك ومعك ايضا مساء الخير يا دكتور كرام ازيك يا اخي ستيفان صوتك وحشني الله يخليك يا دكتور ازاي صحتك وحشني جدا اسئلتك وحشتني كمان الله يخليك يا دكتور بجد كل سنه وانتم طيبين فعلا انا لما بشوفكم على الشاشه كده حقيقي بحس أني فعلا بركه المسيح مالت البيت اشكرك يا اخي ستيفان الله يخليك هو بيت على الصخر يا دكتور اكرام يعني شرط اساسي ان لازم البيت يكون على الصخر فعلا عشان رب المجد يسوع يا المسيح ياسسه اكتر واكتر ولا اذا اتبنى البيت على الرمل بمعنى ان نبدا يعني البدايه يكون على الرمل يعني بدايه طفيفه وهو يدخلنا للعمق وهو اللي يضع الاساس ويخلي البيت على الصخر ويقويه يعني اذا كان بدايتنا تكون بداية بسيطة مع رب المجد يسوع المسيح زي ما حضرتك بتقول، ويكون البداية بسيطة ويكون البيت على رمل، ما نبقوش زي مثلا الغائل اللي هو بنى الجاهل، الراجل الجاهل اللي هو بنى بيته على الرمل فجت الرياح، ولكن هو أصلا يعني ما عندوش الخبرة الكافية إن يبنيه على الصخر، بمعنى إنه ما يقدرش يخش للعمق، رب المجد يسوع المسيح ما يقدرش ياخدني من اللي على البر وعلى الرمال ده ويوديني للعمق ويأسس البيت ويبقى البيت على صخرة قوية جدا ويبقى للمسيح وشكرا يا دكتور إكرام <applause> العفو يا أخي استفان بص يا أخي استفان لأن أنا بحبك فأنا بفهم أنت عاوز تقول إيه يمكن التعبير شوية ما وصلش لجواك لكن أنا واثق أن اللي جواك وصلني أنت عاوز تقول ممكن يكون بيتي على الصخر او يعني عاوز تقول المسيح ممكن يبقى في بيتي لكن بيتي فيه ستيل مشاكل، بيتي لسه ستيل فيه بعض الحاجات اللي محتاجه اصلاح ومع الوقت ربنا هيصلحها بكل تاكيد، انا عاوز اقول اهم حاجه يا اخي ستيفان بيت على الصخر يعني الاساس هو المسيح. المسيح موجود في البيت. بعد كده احنا بننمو. بعد كده المسيح بيصلح كل حاجه. ممكن يكون الاساس موجود المسيح موجود في البيت وفي حوائط كتير مشرخه مش في حوائط هتتهد وهتتبني غيرها لكن المهم ان المسيح يبقى موجود في البيت وهو ده البدايه وعاوز اقول اني لا يظن احد ان انا بقدم صوره مثاليه وان البيت المسيحي ده بيت لا فيه مشاكل ولا فيه ولا فيه ولا فيه في انا مش بقول كده اطلاقا البيت المسيحي ممكن يبقى فيه مشاكل البيت المسيحي ممكن يبقى فيه الام بيواجهوها اهل البيت في العالم سيكون لكم ضيق لكن اللي عاوز اقوله ان البيت اساسه سليم وهو المسيح والمسيح هو المسؤول عن كل اللي جاي المسيح هو اللي هيكمل لكن ما اقدرش اقول يا أخي ستيفان ان البيت المسيحي مبني على الرمل لان البيت المبني على الرمل هيقع هيقع ياما بيوت وقعت وياما بيوت هتقع واثناء البرنامج في ناس بيشوفوني بيوتهم على وشك انها تقع لانها مبنيه على الرمل المسيح مش موجود وانا بدعوهم النهارده بقول لهم من فضلكم مين؟ قبل ما البيت يقع على اولادكم من فضلكم من فضلكم اطلبوا ان الرب يسوع يجي نعمته ويدخل حياتكم ويحط اساس وبيتكم يبقى ليه اساس يبقى بيتكم مؤسس على الصخر مش هيقع لكن لو المسيح مش موجود بكل بساطة وبكل سهولة ممكن البيت يقع شفت بيوت بعد عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة جواز بتقع لأن المسيح مش موجود بيوت بدون أساسات نعم نعم شكرا لاتصالك اخي استفان ويمكن ده لسان حل اي حد النهارده عايز يقول طيب انا عندي بعض الاضطرابات انا عندي بعض آه يعني عدم التوازن في بيتي هل ممكن ان الرب يجي كمان يساعدني واتخلص من الحاجات دي ممكن ما تفقدش الامل لكن خلي عندك ثقه ان مصدر الاتزان الوحيد هو شخص الرب يسوع تجري وتترمي في حضنه وتقول له تعال بسرعة انقذني وانقذ دمار بيتي دكتور قلت لنا عمود مهم خالص من سبعة أعمدة وهو علاقة الأسرة بالرب ماذا نعم. عن أعمدة أخرى العمود الثاني علاقة الزوجة بالزوج نعم وهنقول كل عمود هنتكلم في ثلاث كلمات بس علاقة الزوجة بالزوج تعني محبة كرامة آسف علاقة الزوج بالزوج تعني محبة كرامة قيادة على كل زوج انه يتذكر الثلاث كلمات دول دول واجبك دول مسؤولياتك تحب زوجتك زي ما المسيح الكنيسه تحبها محبه حقيقيه من كل قلبك وهذه المحبه مش يكون مكانها في قلبك دون ان تعبر عنها خلي لسانك يعبر عن هذه المحبه خلي محبتك تتحول الى تسديد حقيقي لاحتياجات زوجتك اوعى تكون بخيل اوعى تكون بخيل في عطائك ليها في عطائك لاولادك، اوعى تكون بخيل في مشاعرك. لازم تحب وتملى بيتك محبه، لازم تحتوي زوجتك بالمحبه، تظهر لها هذه المحبه، تعبر لها عن محبتك، لازم تنجح في انك توصل لها هذه الرساله انك بتحبها وانها شخصه محبوبه، من فضلك اجتهد انك تعمل كده. يمكن في الغرب الازواج بيجتهدوا انهم يعملوا كده انهم اتعلموا من المجتمع، لكن في الشرق للاسف الشديد الازواج مش واخدين لبالهم من هذه الحقيقه وانا بنبهك النهارده اذا كنت انسان مسيحي حقيقي وعاوز بيتك يبقى بيت مسيحي احد واجباتك تجاه زوجتك انك توصل لها هذه الحقيقه انها محبوبه وانك يعني تعبر ليها عن هذه المحبه بكل الطرق الممكنه سواء كان بالكلام سواء كان بالعمل بالحق المهم يوصل لها الرساله انك بتحبها الحاجه الثانيه الكرامه لازم تدي زوجتك كرامتها اه شيء احتياج حقيقي لكل ست انها تشعر انها ملكة متوجة حاول توصل لها هذه الرسالة انها ملكة متوجة انها عطية رائعة من ربنا ليك دايما تقول لها كده انا بشكر ربنا على عطاياه لكن هعتبرك انت اعظم عطية ربنا الدهين يمكن تكون بتقول لها مثلا لا الولاد اغلى لا هو من غيرها كان الولاد يجوا ازاي حاول توصل لها كده وحاول تديها الكرامه تديها الكرامه يعني كمان تخصص لها وقت تديها الكرامه يعني تهتم بكل الامور اللي مشاعرها محتاجاها تكون يعني اقول ايه تكون اكثر ذكاء واكثر فطنه في انك تنتبه الى احتياجات زوجتك وبسرعه تسدد هذه الاحتياجات معطيا اياها الكرامه. حاول انك فعلا في البيت تشعر زوجتك ان زوجتك هي الملكه المتوجه على عرش البيت. ثالث حاجه القياده. واجب كل زوج انه هو اللي يقود، وقلت قبل كده القياده مش معناه ان الراجل افضل من الست. أنا لما بركب العربية وبسوق مش معنى كده إني أنا أفضل من مراتي إطلاقا، لكن كل واحد ليه دور وما ينفعش عربية واحدة يسوقوها اتنين، ما ينفعش مركب يكون ليها ريسين. ربنا جعل الزوج هو القائد والزوج هو القائد مسؤولية عظيمة جدا 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 على الزوج يجب الا يستغلها بصوره سيئه مش كل امر يختلف فيه مع مراته يقول لها انا القائد انت لازم تخضع اطلاقا لازم تتشارك معاها في كل الاراء لازم تتشارك معاها في كل الافكار لكن في النهايه لو بيتك بيت مسيحي واسرتك اسره مسيحيه مفروض ان الراي الاخير هو رايك ارجو ان يكون رايك هو رايها هو راي الاولاد وكلكم مشتركين في راي واحد كلكم ليكم اتجاه واحد لكن المسؤوليه بتحتم عليك انك تكون امين مع ربنا علشان ما تاخدش قرار تدمر البيت، عشان ما تاخدش قرار يدفع تمن الولاد عشان ما تاخدش قرار يتسبب في مشاكل عويصه، ياما اباء في جهل اخذوا قرارات وهذه القرارات الحقيقه أسر دفعت ثمنها فمعنى ان القائد ده يزود عليك المسؤوليه في انك تقعد قدام ربنا يكون لك علاقه قويه بربنا يكون لك معرفه كويسه بالكتاب المقدس علشان قراراتك كلها تبقى قرارات صحيحه بحسب مشيئه ربنا وما تاخدش اي قرارات تكون سبب في اتعاس بيتك واتعاس زوجتك يبقى العمود الثاني العمود الثاني علاقه الزوج, الزوج بالزوجه ويختصرها في ثلاث كلمات نعم محبه كرامه قياده طيادة. رائع آه. دكتور آه. ماذا عن العمود الثالث؟ العمود الثالث بقى علاقة الزوجة بالزوج. إذا كنت بقول إن الزوج لازم يبقى في فيه محبة ولازم في يدي زوجته كرامة ويقود بيته ويقود زوجته فعلى الزوجة أيضاً إنها تعرف إن في ثلاث حاجات برضو مهمة جدا أرجو إنها ما تنساهاش النهاردة. الخضوع المعونة الاحترام. دول الثلاث حاجات الأساسيين اللي المفروض كل زوجة تعرفهم. ده واجبك تجاه زوجك ده واجبك تجاه بيتك أول واجب الخضوع إخضعي لزوجك في خوف الرب يعني من اكتر الحاجات يا أخت مرفت اللي بتهدم البيوت العناد لو دخل العناد في زوجة انا بقول يعني البيت ده هيعاني كتير ويمكن لما شخص حالة والقى فيها ان الزوجة ركبة دماغها في عناد ببقى شايف الشيطان مادة ايده والشيطان ناوي يعمل حاجه كبيره قوي اوعي تفكري ان العناد ده نوع من الكرامه اطلاقا اطلاقا ستات الله الاتقياء يقول الكتاب عنهم انهم كانوا خاضعين لازواجهم وزي ما سمعتي يوم الفرح قبل والاسيس بيوصي زوجك بانه يحبك كان بيوصيكي انتي انك تخضعي لزوجك في خوف الرب انا مش بقولك تخضعي لو بيقودك في حاجه بره مشيئه ربنا او يقودك لخطيه لكن خلي عندك القلب الخاضع خلي عندك القلب اللي على اتم الاستعداد انه يطيع واعتبري ان طاعتك لزوجك نوع من الطاعه لربنا واذا كنت شايفه ان هناك عناد في حياتك فانا يعني بدعوك النهارده انك تطلبي ان ربنا يدخل قلبك ويدخل حياتك علشان يغير هذا العناد يا معناد ودي ناس في دهيا. يا لا. معناد دمر ناس يعني يا دكتور. ويا ما سمعت من ناس مدمرين احنا ندمانين جدا 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 على العناد ان احنا عنادنا مش عاوزه لك صور مؤلمه مش عاوزه لك يعني مناظر أنا شخصياً ما نيمتنيش الليل لناس دفعوا تمن عنادهم من فضلك ما تكبريش من فضلك قولي له رب اخضعني يا رب اديني أكون خاضعة وبلاش العناد. رأي دكتور يبقى عمود من أهم الأعمدة علاقة الزوجة بالزوج بالزوج وأولها الخضوع الخضوع. تانيها المعونة. نعم. كلمة معونة الحقيقة أنا بربطها بكلمة تضحية. نعم. الكتاب بيقول ليس حسن ان يكون ادم وحده نصنع له ايه معينه معينا معينة نظيره مين نعم. الاقوى المعين ولا المعان اكيد اللي جاي يساعد ده اللي هو عنده الزوج. اكتر دي المسؤوليه عزوجل نعم. دي اللي مسؤوليه على نعم. انها تعين افهمي ان ده دورك انك معين مش معنى كده انك انت نمره اتنين بالعكس ده انت ده انت اللي هتشيلي ده انت اللي هتسندي دورك انك تسندي تسندي زوجك تسندي ولادك هل أنتي سند؟ هل أنتي سند؟ هل أنتي فعلا في ظهر جوزك بتسنديه وبتدفعيه لقدام تقولي لي هو اصله ما يستاهلش. انا متجوزه حد ما يعني ما يستاهلش مني اي حاجه. انا بقول لك ده الواجب الكتابي. ده الزوج اللي ربنا اختاره لك. مشيئه ربنا انك ترتبطي بهذا الرجل. دورك انك تعيني انا ما بقولش يستاهل او ما يستاهلش ممكن يكون ما يستاهلش لكن لازم تعينيه لازم تساعديه لازم تاذريه ما ينفعش تبقي عدو ليه ولما تبقي عدو ليه هل هو هيتغير هل لما تعاديه وتبقي ضده هل ده هيجيب نتائج ايجابيه هل ده هيبقى في مصلحه الاسره ولا ده هيقود الى مزيد من الدمار طب ما تجربي انك تسندي ما تجربي انك تشيلي ما تجربي انك تعضدي وشوفي ايه اللي هيحصل. اخت ميرفت لو الناس التزمت بالكتاب هيشوفوا نتائج هايله. انا بحب الكتاب المقدس لا. والكلام اللي انا بقوله شفته في اسر كتير شفت اسر عايشه بحسب الكتاب المقدس حاجه حاجه فعلا تفرح. خدي بالك يعني انا مش بقدم علم نفس. علم النفس مع كل احترامي ليه لكن ايماني الشخصي ان الكتاب المقدس اعلى واسمى. أكيد. حتى ايماني يعني في ناس عملوا مزيج بين علم النفس والكتاب المقدس او روحان علم النفس اللي بيسموه سايكو سبريتشوال انا مش بقدم اي علاج لاي اسره سايكو سبريتشوال انا بقدم سبريتشوال بقدم الكتاب المقدس طبع. احنا بنقول ان الكتاب أرسل المقدس كلمته فشفاه. فشفاه. هي الشفاء طبع. الكتاب المقدس هو بمثابه اعظم دواء لاصعب داء يصيب صحه الاسره بالظبط كده يعني دي حاجه ما نقدرش نختلف فيها آه. بنقدم كل المتاح آه. ولكن دي مساعدات رائعه ان الناس تعمل مشوره والناس تعمل كذا وتعمل كذا لكن تفهم انه الباب الوحيد اللي من خلاله تدخل فعلا تاخد علاج سليم هو اعظم الكتير. فعلا اعظم دواء لاصعب لا داء انا بقول ان ما فيش اي تحدي يواجه الاسره يقف قدام كلمه الرب أمين. في اسم يسوع أمين. بيكسر كل قيود وكل تحدي ممكن يكون بيقسم الاسره لمجرد ان الشخص ارتضى انه يخضع لكلمه الله وياخدها كمنهج ودستور وميثاق يتحرك أوه. بيها في اسرته أمين. ولما هخلص السبع اعمده والسبع علاقات يعني نفسي اي حد يراجع الكلام اللي بقوله ويتخيل ان ده موجود في البيت شكل البيت هيبقى ايه يعني نعم. كلمنا ان الراجل التزم بدور الكتابي نعم كان محب بيقدم وكان بيدي زوجته الكرامه وحاططها فوق راسه من فوق وكان قائد بيقود. وكان قائد بيته نعم وتيجي الست تبقى خضعه ومعينة, ومعينه مش 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 ضد بعض يعني مش واقفين لبعض على الوحده مش بتكسر مجاديفه مش اقول ايه يعني على فكرة ممكن مشجعه مش مفشله ومش محبطه ومش دايما هدامه وكلامها هدام لكن كلامها مشجع بناء ما تقولش عبارات هدامة لكن أوه. لسان حالها دايما يكون كلام مشجع يبني كلام يكبر احط ايديا على الايجابيه الحلوه اللي فيه هلاقي ايجابيه مش معقول ما فيش ولا ايجابيه بكل ايجابيه وافضل اكون بديله ثقه في نفسه وثقه في العلاقه اللي بيني ما بينه انك انت شخص رائع حتى لو كان في ضعفات الضعفات نقدر ان إحنا نكون بنقوي عليها او نواجهها لان انت فيك مقومات رائعه أبنى. فرائع ما تكونش مفشله يعني عاوزة ايدها أقول... على الأمور اللي تقدر تقول فيها كلام إيجابي لك أكبر حاجة إيجابية يعني غير ان ربنا اختاره لي هو ده الشخص اللي قرر يرتبط بيك نعم هو ده الشخص اللي اختارك اللي اختارك من, دون... من دون بنات كتير حواليه بالظبط اختارك اختارك يمكن أحيانا بعض الزوجات يقارنوا بين زوجهم وبين أشخاص تانيين ويشعروا م -م. أني زوجهم اقل والاشخاص التانيين احسن. مم. طب هما الاشخاص الاحسن وممكن ما يكونوش احسن، ده يكون ظاهر ليك طب هي حد منهم من جانب واحد. بالظبط كده. حد منهم اختارك؟ ما هو ده اللي اختارك. بالزبط. الا يستحق من اختارك الا يستحق هذا الرجل نعم انك تسنديه وانك لا لاسيما ان انتوا الاتنين قدام ربنا واحد مش اتنين. ما ينفعش تبقوا ضد بعض. مم. كل مملكه منقسمه على نفسها النتيجة إيه؟ نعم تخرب تخرب نعم أرجو إن كل زوجة تعرف دورها الكتابي وترجع تسند زوجها أمين يا دكتور أستاذن حضرتك تاخد بعض الاتصالات أختي نضال من أستراليا أهلا بيكي أنا مرحبا أهلا بيكي حبيبتي كيف الحال؟ إن شاء الله تمام؟ نشكر ربنا يا حبيبتي، تفضلي أنا من أستراليا عندي مشكلة عائلية تفضل انفصال بيني وبين جوزي واول أو شيء بطلب منك الصلاه لالي امين لبيته لداري وبطلب من رب ما يعطيني الحكمه إنك تدخل امين المشاكل الموجوده أمين. وبطلب من الاخ انه اعطيه نمره تليفون اذا بقدر يحكي معي امين عشان طبعاً. احكي عن مشكله امين ما بقدرش احكيها لانه مشاكل كثير صعبه فبليز اذا في مجال يحكي معاك طبعا يا حبيبتي امين رب المجد يبعد الحل عن طريقكم امين يا أختي. امين يا اخت نضال انا أخت بشجعك وبشجع اي حد من احبائي المشاهدين اللي عندهم مشاكل ومش عاوزين يعني طبعا يتكلموا على الهوى تقدروا تتواصلوا مع الكنترول روم في قناه الكارما تليفوني متاح اهلا بيكم في اي وقت قلبي مفتوح للكل يسعدني جدا 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 اني اجاوب على تساؤلاتكم واصلي مع اي حد مش انا وبس لكن كل احبائنا اللي في قناه الكارما هدفنا ان الرب يتمجد وربنا مش هيتمجد والبيوت خربانه لكن ربنا هيتمجد لما بيوتنا تبقى بيوت مسيحيه حقيقيه وعندنا ايمان ان المسيح اللي قوم الميت المسيح اللي اقام الموتى يقدر يقيم العلاقات اللي في نظر الناس في حكم الميتة المسيح اللي قوم لعازر بعد أربعة أيام من موته وفي القبر وكان حكم الناس أنه قد أنتن يقدر من جديد يحيي أسر يبدو أن خلاص الأمور وصلت لموت بل رائحة النتانة قد فاحت في كل مكان المسيح يقدر يجي من جديد ويحيي ويقيم دكتور ده الهنا استاذنك تصلي فضل. مع الاخت نضال اه طبعا خليكي معانا اختي نضال انت ما زلتي معانا اختي نضال نعم بس كل كل اللي بحكي لك اياه انا انا حاولت كتير مع عائلتي ومع جوزي يعني كتير حبيبتي عارفين انا عارفين. حبيبتي انا عارفه انه عندك كتير امور محتاجه تتكلمي فيها دي افضل حاجه اللي انت فعلا اخترتيه انك تسيبي رقم التليفون وهيكون لنا كلام معاكي بعد الحلقه انا نفسي دلوقتي يصلي معاكي دكتور اكرام وفعلا تكوني جايه بثقه وايمان ان في يد قويه وفي يعني طبيب اعظم م. هو النهارده في اسم يسوع يتدخل بحل جذري لكل المشكله امين يا اخت نضال امين, أمين. اتفضل يا دكتور انا كمان أمين. هقول كل انسان بيسمعني كل انسانه بتسمعني نعم حاسه ان مشكلتها الاسريه ملهاش حل انا اؤمن بإله في اسمي انا يسوع. اؤمن برب المجد يسوع اللي احمد كان بيتكلم عنه حلا عنده الحل يا رب عنده الشفاء يقدر يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر ايه رايك تعالوا معايا نصلي امين بدعو الكل بدعو وممكن تكون مش مسيحي لكن عندك مشاكل اسريه كتير ايه رايك انا هصلي رب المجد يسوع يا رب ده الاله الوحيد اللي قادر انه يتدخل صلي معايا وهتشوف هيعمل ايه رب المجد يسوع يا رب الهي الصالح الامين اثق يا سيدي انك لك ذراع القدره نعم يا رب لك يمين العزة أثق يا سيد الرب إن ليك في الموت مخارج نعم يا رب أثق يا سيد الرب إنك تقدر تيجي يا رب وتبني كل ما هدمه إبليس أمين يا رب ومن إنك تقدر تيجي يا رب وتزيل كل عالي بناه إبليس اسم الرب تعال يا رب تعال الان لبيت أخت نضال واسرتها يا رب وتعالى رب يا رب ملايين الاسر ملايين الاسر اللي ابليس يريد انه يحطمها ويخربها تعال مد ايدك تعال مد ايدك يا رب مد ايدك رب لكل الله. نفس غرقانه بتصرخ مد ايدك لكل نفس مش لاقيه حل <applause> لكل نفس تعبت لكل نفس فشلت لكل يا. نفس يئست لكل نفس الدنيا سودت بالنسبة لها نعم. تعال يا رب أشرق بنورك تعالي مد ايدك يا رب تعالى رب رب يا رب صلح المكسور أرجوك صلح العلاقات المكسورة أرجوك يا رب, يا رب. تعال رب جمع الأسر من جديد يا تعالى رب, أرجوك رب. رب اسمع يا شيء رب. جديد أيها الرب إلهنا يا رب أرجوك يا رب صلي كل إيمان وثقة يا رب إنك بتسمع وتستجيب أمين. آمين. 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 آمين أختي نضال محتاجين هنتكلم معاكي لكن استمري صلي وفي اسم يسوع تجد استجابة وتغيير غير عادي في الزوج وفي البيت وفي كل المشاكل والأحوال تدوب في اسم الرب يسوع طالما قررتي أنك تسلمي بالكامل لمن بيده الحل في اسم الرب يسوع ونطمن عليك وبعد الحلقة بنعمة المسيح هنقدر نتواصل معاكي معنا اتصال آخر من كندا مساء الخير اهلا بيك اهلا وسهلا اهلا بيك اخي اهلا بيك آه على فكره بيت على الصخر ده مهم جدا 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 ولا يوجد مسيحيين او مسيحيه المكانش فيه اسره يعني لو ضاعت الاسره نعم. ضاع المسيحيين ضاعت المسيحيه يبقى نعم. ربنا هيشتغل مع الحجاره بعد كده نعم. فالاسره دي اهم حاجه في المسيحيه وهي نواه المسيحية والإنجيل كله هم. ولكن بناء أسرة خارج فكر الإنجيل هو بناء أسرة شيطانية بالتمام والكمال هم. أنا بأخذ مأخذ على الأخ إكرام <applause> أني قال حتى عن الرجل الغربي ريت نتعلم منه حاجة اللي أنا عايز أقوله في البرنامج <applause> أن الحضارة الغربية هي ضياع لكل الاسره مم. والحضاره الغربيه انهت على الاسره بالتمام والكمال وتعداد السكان في البلاد الغربيه بيقل مم. لان ما فيش اسره والسبب الاول والاخير الخطيه وترك المسيح فدعنا من الحضاره الغربيه لان الانجيل يكفينا وفيه ما يصلح ويبني اسره لا توجد في اي حته ثانيه في العالم دي حاجه الحاجه الثانيه لازم اراعي آآ آآ مبدأ مبدأ م. أن الرجل قائد للأسرة ولكن لا نكذب لا نكذب ونقول إن هذا المبدأ بدأ ينحل ويضيع في أسر مسيحيين كثيرة جدا 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 مسيحيين الرب كان ليه هدف وقال يعني ايه راس الرجل راس المراه وهذا الموضوع يطول شرحه بس انا مش هتكلم فيه دلوقتي الموضوع بقى من خمس دقائق عشر دقائق دخلت احد القنوات المسيحيه اللي في الغرب هنا اللي من امريكا وفوجئت بالحيه القديمه الحيه الملعونه بتعمل برنامج في القناه دون أن يدروا القائمين على القناة أن الشيطان بيبث أفكار ملعونة وكان موضوع يخص الزواج والحياة الجنسية لو سمحت أتمنى أن الروح القدس يقود كل برنامج وخاصة أمين. برنامج الأسرة لو سمحت الإنجيل فيه ما يكفي نعم. لبناء أسرة مسيحية بالتمام والكمال أمين. لا داعي للغرب لان الغرب ده جيز وليزبيان ومش عايز اقول اكتر من كده <applause> لا 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 سدوم <applause> وعموره أه. سدوم أه. وعموره الغرب أه. ولا نكذب على انفسنا وناخد أه. منه حاجه ابدا أبي. وشكرا شكرا أمين. ليك اخي العزيز وربنا يستر أه. على الناس اللي هي بتاخد أه. من مصادر اخرى يعني يكون قنوات امريكيه بس فيها حاجات زي اللي حضرتك بتحكي عنها يعني الله يعطي روح التمييز للناس اللي قاعده بتشوف وبتشاهد وتقدر تعرف تكون بتستقي تعلمها منين والمصادر اللي بتبث وبتكون وبتشكل شخصياتها شخصية بيوتها وولادها شكلها ايه امين الرب يحمي من مثل هذه القنوات لكن يمكن هلمس حتة صغيرة في جزئية الرجل الشرقي ويمكن ان الرجل الغربي يعبر اكتر او حاجة زي كده يمكن الحتة دي بس فقط يعني كمفهومي لها انه الزوج الشرقي يعني رائع وبيعبر بكل يعني مشاعره بس يمكن في جزئيه بتعوق تعبيره هنا يمكن شويه بيجيدوا التعبير يمكن بطرق يمكن بعدها غير صادق لكن شكليا بيدوا محبه ويدوا تعبيرات ويدوا كده يمكن الراجل الشرقي واللمحه دي بس اللي كان يعني القصد من التوصيل ان الراجل الشرقي يعني لا تقلل من التعبير لزوجتك عن محبتك لان هي عندها هذا الاحتياج ان تشعر بانها محبوبه الرب عبر عن محبته لينا ولما حب يعبر عن محبته لينا ما عملش حاجه نص نص عمل عمل كامل نزل وتجسد وادينا شفنا حياته كانت ايه على الارض كل حياته كانت بتشع وبتعلن انه كل محبه كان يقول يصنع خيرا وما اكتفاش بكده مشي حتى الصليب حتى يقول لي برهان اكيد انا بحبك انا مم. بحبك فده بس اللي عايزين نوصله ان الراجل الشرقي على قد ما يقدر يعبر بطريقه او باخرى عن مشاعر جميله جواه بس ربما احيانا لا يجيد التعبير عنها بشكل معلن مم. ده كان هو فقط المقصود وانا عارفه ان دكتور اكرام أه أنا عنده عارفة. اضافه طبعاً. اتفضل طبعاً. آه يمكن دي النقطه الوحيده اللي قلت آه ناخدها من الغرب يمكن أنا عشت سنين طويلة في الشرق وبعالج مشاكل كتير ووجدت إن جزء كبير جدا من المشاكل سببه إن الرجل الشرقي لا يعبر عن محبته لزوجته ممكن يكون بيُفنى من أجل بيته لكن ما بيعبرش فأنا النقطة الوحيدة اللي قلتها يا ريت نعبر زي ما قالت الأخت ملفت لكن عاوز يعني وأنا كنت واضح وأنا بتكلم إن إحنا مش بنمشي بحسب الكلتشر احنا بنمشي بحسب تعاليم الانجيل لكن احنا مش متطرفين مش هنقول ان احنا هنعادي اي كالتشر نيجي يعني في نقول الغرب كله لاسبيان الغرب كله شذوذ يعني انا مش بعلم بهذه الطريقه لكن انا بقول ان اي تعليم بتتقال بحطها على الكتاب المقدس نعم باخد من المجتمع ما يتفق مع الكتاب المقدس، الشيء الذي يتعارض مع تعليم الكتاب المقدس احنا بنرفضه تماما، كمان عاوز اقول لحضرتك يعني مش مش صح ان انا اقسم العالم الى شرق وغرب، لان الحقيقه الكتاب المقدس ما عملش غير اسمه واحده نور وظلمه للمسيح او لغير المسيح. فيمكن دي النقطه في الغرب الحقيقه شفت قديسين آه في في فجور آه في بعد عن ربنا لكن حقيقي أنا شفت قديسين آه مش عاوز أقول لك قد إيه تأثرت بيهم يمكن من 10 أيام كنت بزور قسيس ومراته أمريكان حقيقة يعني كنت مبهور إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الناس دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ ياما ناس في الغرب عايشين ملك للمسيح قصة مش قصة شرق ولا غرب لان يمكن اللي في الشرق واخدين انطباع الناس اللي في الغرب دول عندهم وعندهم لا قصة ظلمة نور للمسيح أو لغير المسيح فيمكن دي نقطة حبيت أوضحها عشان خاطر الناس اللي في الشرق ما يتصوروش ان الحياة في الغرب كلها فجور وكلها الناس اللي عايشة للمسيح هم هما سواء كانوا في الشرق أو في الغرب احنا اتكلمنا عن محور وهو العلاقة مع ربنا المحور ده في مخافة ربنا فزي لا. ما في الشرق بيخافوا في الغرب بيخافوا شكرا دكتور إكرام للتوضيح وشكرا جدا لأخي ابن الرب من كندا ودايما نحب نسمع من حضرتك ومعانا اتصال من أختي جوان أهلا بيك حبيبي. أهلا أه وسهلا بيكي وسامحينا على الانتظار اتفضلي حبيبتي. Just I wanna express a little bit of my opinion. I wasn't listening But I think Al Akhil the Kalim, I think he is just concentrating about individual cases, but uh, not talking in general. Because, uh, uh, like, he's kneeling down as the, the woman too much, I think. Because uh, if he can kind of At explain all. more that. Mm -hmm. um, that, like, it's a respect and it's back and forth. If you respect woman, the woman also will respect the man. And it's, uh, it's not about the rule or or something like that. And and not only the, the last thing he said, he said about uh, uh, the, the priest he visited and he was amazing life with his wife. You know, there is a lot of of example, a lot of people that. Uh, in 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 here in Canada or uh, or the state, and they have a perfect life, okay. Mm -hmm. But uh, it's actually from our country, from Egypt or whatever, all the Arab. Uh, they they got it. They, the, the the man doesn't have any respect to the woman. The second thing, n not all of them. I, Indian I can't respect. Wow. But I but I mean, uh, he. Maybe he got it for because of the Islam got it from, from whatever so it, it, it is ignoring the fact is that if you want to give you, you if you want to take from somebody you have to give okay, so I think he next time he should concentrate on that because a lot of family listening to to the karma, and uh, i don 't want actually my family to listen to somebody who just kind of uh, Talking about the woman, how to to obey or how to do to obey is yes, obey in in the umbrella of of love or between both of them. So okay. that's all what okay. I want to say. أوكي. أوكي. أوكي الحقيقة انا هاخد كلام اختي جوان, أخت جوان. اتفضل <applause> انا عارف يا دكتور. ان الوقت قرب يتأخر اختي جوان ما سمعتش الكلام اللي بيتقال خالص فهي بتتكلم في اتجاه تاني أيوه. انا شايف خليني اتكلم عن ثلاث اعمدة فاضل اربع اعمدة الثلاث إيه اعمدة اللي اتكلمنا عليهم علاقتنا مع ربنا وهي الاساس نعم. وقلنا علاقتنا مع ربنا لازم يبقى فيها ايمان نعم. ولازم يبقى فيها عبادة مه. ولازم يبقى فيها مخافة رأيه. اتكلمت عن علاقه الزوج بزوجته يمكن الاخت جوان ما سمعتش الجزء ده فانا بكرر تاني قبل ما اتكلم عن علاقه الزوجه بالزوج نعم. وانا مش جايب كلام من عندي لكن جايب الكلام من كلمه الله نعم. الزوج لازم يحب زوجته نعم. لازم يدي زوجته الكرامه تبقى فوق راسه ويعطيها آه كرامه عظيمه حضرتك قلت ملكه متوجه يعني. يعني لازم حضير. الزوجه لازم الزوجه يعني تبقى فعلا الملكه المتوجه والزوج الناجح تعبير جامع كامل يعني اه اللي يعرف اللي يعرف يدي زوجته هذا الاحساس نعم انها ملكه متوجه نعم وفي نفس الوقت يكون بيسدد كل الاحتياجات لازم بيعبر عن محبته ليها فدول ثلاث حاجات مهمين جدا اللي هو المحبة والكرامة وكمان الدور اللي قلناه القيادة ووضحت ان القيادة لا تعني ان الرجل يتميز عن المرأة لكن القيادة ده دور ربنا سند الى الراجل قالوا الراجل هو الرأس خلاص الكتاب اللي قال كده نعم هل معنى ان الرجل هو الراس ان الرجل يتفوق على المراه لا بالعكس لما ربنا خلق حواء خلقها من ضلع من ضلوع لا خدها من فوق ولا خدها من تحت لكن خدها ضلع من ضلوعه جنب قلبه لان نعم. في مساواه كامله في الكتاب المقدس بين الرجل وبين المراه اتمنى كل زوج بيسمعني يقوم بالدور الكتابي بتاعه ممكن العمود ده يبقى واقع لا بتحب مراتك لا بتعبر عن محبتك مهمل في تسديد الاحتياج مش مدي وقت لبيتك مش مدي وقت لاولادك مش بتسمع لهم مش فتح لهم قلبك من فضلك من فضلك قوم بالدور اللي عليك سايب دورك في انك تقود بيتك توجه بيتك انت المسؤول انك تقود بيتك انت المسؤول انك تجمع اسرتك وتاخدهم يوم الحد الكنيسه انت المسؤول انك توجه الاسره في طريقها ناحيه الرب وتعلمهم مبادئ مخافه المسيح. انا بدعوك انك تقوم بالدور اللي عليك زي ما الكتاب بيقول. بالنسبه للمراه مطلوب منها قلنا ثلاث حاجات وده العمود الثالث الخضوع. ارجو ان ما يكونش في عناد لازم تكون في معونه، نمره ثلاثه الاحترام. مهم جدا ان كل زوجه تبدي احترام لزوجها، زي ما قلت يا ريت الراجل تكون مراته ملكه متوجه ويا ريت الزوجه كمان تعرف تحترم زوجها ويعني تحطه في المكانة اللي ربنا حطه فيها كرأس للبيت رائع دكتور يبقى الزوج يحب ويحترم ويكون قائد، لكن الزوجه كمان تخضع وتعرف يعني ايه معينه، الرب ده امر كتابي بيطالبك انك تكوني معينه، لكن كمان زي ما بتاخدي حب تقابلي ده باحترام والتقدير، شكرا جدا دكتور اكرام على كل امور رائعه. وقفنا عن س... ثلاث اعمده، فاضل يعني اربع اعمده. ثلاثه اعمده رائعين، آه. انا يعني اتوقع انه في اسم الرب يسوع بس نخلي بالنا منهم ونحرص على تنفيذهم وإن إحنا نعيشهم ونطبقهم كأمر كتابي معلن من قبل الرب لكل زوج وزوجة أمين في اسم الرب يسوع نجد حالة من الإصلاح الرائعة وبيوت بالفعل مبنية على الصخر مرة تاني من كل قلبي بشكرك والرب يبارك كل وقتك وكل خدمتك في كل مكان توجد فيه, ويبارك فيه ويبارك أحبائي شكرا جدا لمتابعتكم ولكن أحبائي الموضوع بقية وعايز أقول لكم ليس بالسهل أن تكون حسب قلب الرب إلا في حالة واحدة أن تطلب معونة خاصة من قبل الرب قل له على قلبي يكون بيتي بيت على الصخر ولكن بيك أنت عندما تكون الرأس بقبل أن تكون الرأس منذ الساعات الأولى من بداية حياتي بقول لك يا رب أنا عايزك تكون رأس ليا ولزوجتي والولادي والبيتي والكل مجتمعي احبائي انا بشكركم لمتابعتكم لمداخلاتكم لتعليقاتكم ومشاركاتكم وفعلا بتمنى ليكم بيوت صحيحه مسيحيه راسخه ثابته شديده قويه على صخره يعني شخص الرب يسوع اللي هو اكبر واعظم من اي حد تاني بشكركم مره تاني والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل.